دلوقتي شير سكرين باين بالنسبة لكم؟ اه يا دكتور، واضح يا دكتور. أنا كنت سألت بس في الأول، بس معرفش كلكم كنتوا موجود، حد عاوز حاجة في المحاضرة بتاعت امبارح؟ أوكي طيب، خليكم معايا بقى عشان تقدروا تتابعوا الحاجات اللي احنا عاوزينها النهارده. قلت لكم بس خلي معاكم ورقة وقلم ضروري. دلوقتي احنا امبارح بدينا أولا كده، كان في ديفينيشن يعني المقصود بكلمة ميتالورجيكال جانكشن، وبعدين كلمة ديبليشن ريجون، وفهمنا إن الديبليشن ريجون دي كان هي منطقة خالية بس من الموبايل تشارج. طبعا واحد برضو يجي يقول لي هي غريبة جدا إنها تكون خالية من الموبايل تشارج، ده برضو هيجي يقول لي هو السيمي كوندكتور ده موجود في درجة حرارة، يعني لازم هيبقى فيه الكترون هول بير بتتكون نتيجة درجة الحرارة. هقول لك اه، لكن انا هامل الجنريشن جوه الديبليشن ريجون، يعني انا بعتبر كما لو كان ان الحتوال نتيجة الجنريشن دي اعداد قليلة جدا اهملها، او نجلكت الجنريشن وريكومبينيشن، عملية تكوين الالكترون هول بير جوه الديبليشن ريجون. هتيجي تقول لي بس دي ممكن تكون مؤثرة في بعض اللحظات، هقول لك اه، وما هاجي ادرس النون ايديال دايود هحطها لك وهفهمك كويس قوي لو في جنريشن في الديبليشن ريجون هناخده ازاي. انا واخد كده ايديال كيس في البدايه. اول تاسك احنا اتفقنا ان اول ما يحصل ديفيوجن، انا كده براجع نقط بس عاوزكم هقول لكم على معادلات معينه اكتبوها لي في الورقه اللي معاكم. اول حاجه كنا بديناها المره اللي فاتت ان احنا ابتدينا فهمنا، لو تخيلنا ان الميتالوجيكال جانكشن دول انا قربت البي والان، فاتفقنا ان هيحصل ديفيوجن للالكترون والهول. اول ما هيحصل الديفيوجن بتاع الالكترون فول ده هيتكون الكتريك فيلد، الالكتريك فيلد ده هيمنع او هيبريفنت مزيد من الديفيوجن كارنت، كما لو كان هو بيولد دريفت كارنت يرجع الكارير اللي بتعمل ديفيوجن. وطبعا لو قلت انا ان في بيلت ان الكتريك فيلد في دايركشن معين، معنى كده ان في بوتنشال ديفرنس ما بين الاثنين اللي هم التو اندز دول، وفعلا ده البيلت ان بوتنشال اللي احنا حسبناه، وابتدينا نحسب البيلت ان بوتنشال خدناها خطوه بخطوه الى ان احنا وصلنا ان قيمه البيلت ان بوتنشال هي المعادله 5 او المعادله 6، ما هي 5 و6 هم زي بعض بس انا عوضت بالقيم الموجوده. بصوا من فضلكم هنا عاوز نركز على حاجتين كومنت بس. معادله 6 مهم الفاريشن فيها مع درجه الحراره، بس احنا عندنا اتنين زي ما اتفقنا تي والان اي، لكن الدومينيتد الان اي، يبقى النهايه كل ما انت بترفع درجه الحراره الفي بي اي مش بيزيد بيقل. فدي بس نقطه اتكلمنا عليها امبارح. الحاجه الثانيه قلت لكم المعادله 5 دي انت هنا انت جايب الفي بي اي بدلاله الماجوريتي على المينوريتي بتاعت الهول، ممكن كنت تعمل نفس البرهان ده مره ثانيه، وانا قلت لكم حاولوا تجربوه لو كنتوا استخدمتوا في البدايه المعادله بتاعت الان، كانت هتوصل لنفس الحاجه، بس هنا بدل ما كنت هتقول الماجوريتي بتاع البي على المينوريتي بتاع البي كان هيجي المينوريتي بتاع الماجوريتي بتاع الان على المينوريتي برضو بتاع الان، بس هيبقى في البي سايد او الان سايد. ده اللي انا قلته لكم المره اللي فاتت، وعاوزكم بقى كلكم اكتبوا بره المعادله رقم 7 دي. خلي بالكم المعادله ده 7 دي في ثيرمال ايكوليبريم، انا لغايه دلوقتي مش حاطط بطاريه خارجيه، ولكن المعادله رقم 7 يعني تربط الماجوريتي والماينوريتي بتاع البي والماجوريتي والماينوريتي بتاع الان مع البيلت ان بوتنشال. فانا لو سمحت عاوزكم تكتبوا المعادله رقم 7 دي عشان تبقى موجوده معانا، هنحتاجها في النص الثاني من المحاضره ان شاء الله، بس اكتبوها من دلوقتي بقى عشان ما نقعدش ارجع السلايد كتير، خليها قدامك عشان هتحتاجها. اوكي انا كمان كتبتها حتى بره عشان تبقى معايا. اوكي بعد كده ابتدينا نتكلم على بعض الديفينيشنز الخاصه بكلمه ابرابت جانكشن، وبعدين ابتدينا ان احنا نلفت النظر لنقطه مهمه قوي، ان المكان اللي فيه كونسنتريشن عالي عرض الديبليشن ويتس هيبقى صغير،
المكان اللي فيه ديبليشن اللي فيه كونسنتريشن قليل، عرض الديبليشن ويدث هيبقى كبير. وما تنساش عرض الديبليشن ريجون اكس ان نود، دي هي الديبليشن ريجون جوه الان تايب، اكس بي نود ده عرض الديبليشن ريجون اندر، بس مهم جدا ثيرمال ايكوليبريم، انا دلوقتي مش حاطط اي بطاريه من الخارج، عرضها جوه البي تايب. بعد كده مشيت معاكم وحلينا يعني الناس كانت يمكن مش مهتمه شويه ببوزونز ايكويشن، انا حلت رجعتكم فكرتكم بيها غايه ما احنا حسبنا الالكتريك فيلد عندي الفاريشن بتاعه. وطبعا هو واضح طبعا ان هو هنا جاي ستريت لاين نتيجه ان الدوبنج بتاعي يونيفورم، فعندك الالكتريك فيلد اهو بيبتدي من عند الايدج بتاع الديبليشن ريجون وبيزيد يوصل اعلى حاجه عند الميتالوجيكال جانكشن في النص. والالكتريك فيلد اللي مكون من البوزيتيف تشارج اللي عندك دي اول ما هيبتدي يخش مكان البي تايب هيبتدي يقابل الايونز النيجاتيف اللي هي الاكسبتور، كل شويه هيترمينيت عليها لغايه ما هتلاقي ده بيقل في الاخر. طبعا طلوع ده ستريت وده ستريت، انك انت عندك هنا كان يونيفورم دوت، لو انت عندك الدوبنج باي شكل مختلف هتعمل الانتجريشن وزي المعادله اللي هتطلع لك بقى تطلع لك سايد. المهم ان انا طالب بس منكم حاجه من المعادله اللي موجوده عندك ده، هي عاوزك من المعادله 11 والمعادله 12، ركزوا انا عاوز ايه دلوقتي، وبرضو اكتبوها لي في بره عندكم عشان هنحتاجها بعد شويه. دلوقتي لو انا طلبت منك انك تجيب لي الماكسيمم الكتريك فيد اللي هو اي نود، ممكن تجيب اي نود دي من المعادله 11 وممكن تجيبها من المعادله 12. في كلا من المعادله 11 والمعادله 12 كل اللي انت بس هتعمله انك انت هتحط الاكس بتاعتك بزيرو، فطبعا هتلاقي هنا ساعتها، وطبعا حتى لو حطيت الاكس بزيرو هتجد فعلا ان اشاره الالكتريك فيد نيجاتيف، انك اذا حطيت اكس بزيرو في المعادله رقم 11 هيطلع بره ناقص كيو ان دي على ايبسون اكس ان نود، الثانيه في ماينس بره، ولو حطيت الاكس بزيرو هتلاقي اكس بي نود. انا عاوزك بس تكتب لي بقى ان اي نود ممكن تقول انها عباره عن كيو ان دي، لو سمحتوا تكتبوها بقى، على ايبسون مضروب في اكس ان نود. لو انا طالب المودلس شيل الاشاره مش هتهمك، كان ده المودلس يعني او قيمه الماكسيمم الكتريك فيلد الموجود عندك، وهي برضو بتساوي كيو ان اي على الابسون، طبعا الابسون دي بتاعت السيليكون وهنتكلم على الكلام ده حالا، مضروبه في اكس بي نود. يبقى اذا خلي بالكم من المعادله 11 والمعادله 12 عشان دي هحتاجها دلوقتي، ممكن اجيب الماكسيمم الكتريك فيلد من خلال 11 او 12 زي ما انا قلت لك، خد المودلس بتاع دي، انا ما يهمنيش الاشاره، انا يهمني بس انا عاوز الماجنيتيود. ادي عندك الماجنيتيود بتاعك وصلنا بالشكل اللي موجود عندك. طيب دلوقتي بقى هكمل معاكم اللي مطلوب مني في الفتره دي. ادي ده اللي انا قلته لك، ان عندك ادي الاي نود بيساوي ناقص كيو ان دي على ايبسون اكس نود، او من المعادله اللي بعديها تقدر تجيب الاثنين دول. انا قلت لك لو اخذت المودلس يعني قيمه الالكتريك فيلد ساعتها المجنيت بتاعه هتشيل اشاره الماينس، ان الماينس دي طبعا انت فاهم بتعني ان هو كان ماشي عكس الاكس اكسس اللي موجود عندك. دلوقتي قبل بقى ما هكمل، ان النهارده انا هبتدي معاك من الايكويشن ال 13 دي، وهنبتدي نلعب شويه في حاجات هتفيدنا. هل سؤال في عندكم اي واحد عنده مشكله في المعادله رقم 13؟ مش هنسيه مصطفى؟ لا تمام يا دكتور. طيب خليك معايا مصطفى دي واحد بس. تمام. هو دلوقتي انت عندك depletion width في ال N type وحتى في ال B type، صح ولا لا؟ اه تمام. طيب لو انا قلت لك انا عاوز اجيب ال width الكل، واضح طبعا ان ال width الكل من الرسمة اللي عندك دي انك انت عندك WD هي عباره عن مين؟ اكس ايه؟ اكس ان نود زائد اكس بي نود. اكس بي نود. طيب انت تقدر تعمل ايه؟ تقدر تجيب اكس نود من هنا انك تضرب الابسون فوق، فتضرب الابسون في دي وتبقى على كيو ان دي، صح؟ اه تمام. وتقدر برضو تجيب الاكس بي من هنا ولا لا؟ اه
انك انت برضه هتقول هي اي نود اللي هو ماكسيمم الكتريك فيلد مضروب في الابسون على كيو ان اي ان اي. تقدر كده تجيب لي الويكس ولا لا؟ تمام. عاوزكم تعملوا الخطوه دي. انا معلش انا هشغلك بس شويه عشان ما تضربش المعادلات. اعمل يبقى انت كده هتجيب لي التوتال ويكس اللي موجود عندك، كانك هتجمع الجزء بتاع الاكس ان نود زائد الاكس بي نود. اختصر الحاجات، طبعا انت عندك حاجات كومن، الكيو والابسون دول كومن صح ولا لا؟ والاينو يعني تقدر تجيب. لو عملت الخطوه دي تقدر تثبت بسهوله جدا. لو انت عاوز انك انت نجيب الدبليو زي ما قلت لك اجمع الاثنين، انت دلوقتي لو عملت الخطوه دي هتقدروا تثبتوا ان العلاقه دي ادي الاي نود اللي هو الماكسيمم الكتريك فيد، بس ده المدرس عشان انا ما اتكلمتش هنا على الاشارات، هو كيو على ابسون نود ان دي ان اي على ان دي ان اي مضروبه في الدبليو، ودي العلاقه اللي بتربط ما بين الماكسيمم الكتريك فيلد والتوتال ويتس اللي موجود عندك اللي هي ايكويشن رقم 14. هل في حد عنده اي مشكله دلوقتي في ايكويشن 14 دي؟ لا تمام يا دكتور. باشمهندسين كلكم، انا خلي بالكم هنا انا بس عاوز اما نمشي جماعي شويه عشان المعادلات اصلاح هتتقل قدام شويه، فلو في حد منكم اوكي كلكم واضحه بالنسبه لكم، انا بس بشوفكم كده كلكم انتوا لسه نايمين اصلكم. تمام. في محاضره قبلي ولا دي اول واحده؟ كان في يا دكتور. كان في واحده يا دكتور. طب كويس الحمد لله. عاده يعني لما بتبقى اول واحده بتبقى عبال ما بتقول وكده وبتبتدي تزيد. طيب المهم ان مفهوم الجزء ده كويس عشان هنحتاجه حالا. بس يا دكتور مفهوم. طبعا. اوكي طيب تعالوا بقى معايا واحده واحده بقى عشان هنبتدي نلعب مع بعض. وطبعا يعني انت في ناس منكم لو بيفهم كويس في الماس هيقول لي الجزء ده انا ممكن كنت اجيبه من غير كل الصعوبه دي. المهم دلوقتي بقى احنا عاوزين نربط حاجتين مهمين جدا. عاوزين نربط الالكتريك فيلد والبيلت ان بوتنشال، العلاقه ما بين الالكتريك فيلد والبيلت ان بوتنشال. طيب العلاقه دي عشان اجيبها عمليه بسيطه قوي. انتوا كلكم تعرفوا ان الالكتريك فيلد دايما هو عباره عن ناقص الجريدينت بتاع البوتنشال، او ممكن واحد يقول لي الجريدينت بتاع البوتنشال ده ممكن ان انا اكتبها اضرب الدي اكس دي فوق في الاي اوف اكس، وانا والله لو عاوز اجيب البيلت ان بوتنشال خلاص يبقى انا هكامل العلاقه اللي موجوده عندي من اول الالكتريك فيلد، يعني من بدايه ناقص اكس بي نوت وانا ماشي مع الاكس اكسس لغايه الاكس ان نوت. يعني خلي بالكم انا هنا هجيب العلاقه بتشمل البيلت ان بوتنشال بالالكتريك فيلد، ان انا عارف ان البوتنشال هو تكامل الالكتريك فيلد. طب انت الالكتريك فيلد متواجد من فين؟ دايما انت ماشي مع الاكس اكسس كانك بتعمل الانتجريشن مع الاكس اكسس، يبقى انت هتبتدي من اول نقطه اللي هي ناقص اكس بي نوت، تفضل تعمل تكامل للالكتريك فيلد الى اما توصل الى اخر نقطه فيها الالكتريك فيلد اللي هي عند اكس ان نوت. ادي العباره قدامك. طيب العلاقه دي وانتوا بتعملوا لها تكامل، الاي اوف اكس اللي انت عندك ده هو عنده معادله جوه البي تايب وعنده معادله جوه الان تايب، انتوا المعادلات دي جايبينها اهي، افكركم بيها. ادي المعادلات اللي انت جايبها، ادي معادله الالكتريك فيلد في الريجون اللي هو من اكس نود للزيرو، وادي معادله الاي اوف اكس من ناقص اكس بي نود للزيرو. فاذا انا هاخد الاكسبريشن بتاع الالكتريك فيلد ده هعوض منه عشان اعمل الانتجريشن، فالانتجريشن ده هيتقسم قدامكم الى تو انتجريشن. سيبك انا هرجع لك للشكل، لكن هيتقسم من ناقص اكس بي نود لزيرو، وتحط الالكتريك فيلد جوه منطقه البي تايب، وبعدين هتعمل التكامل ده من اول الزيرو الى الاكس نود للاكسبريشن بتاع الالكتريك فيلد جوه الان نود، هتجمع الاثنين دول مع بعض. طبعا لو عملت الكلام ده انا همشي معاك ستيب باي ستيب كده. ادي انت التكامل الاولاني هتاخد تعوض بالابر ليميت واللو ليميت، هتبقى دي قيمته. ممكن تسحب انت عندك لو انت بصيت على الاكسبريشنز اللي موجود، ممكن تثبت بسهوله جدا انك تسحب نص ابسون نود اكس بي نود زد اكس نود، او تقول انها نص ابسون نود دبليو. واحد لو ما بيفكرش خالص، جماعه هو الانتجريشن مساحه تحت المنحنى ولا لا؟ مش منسين؟ ايوه طيب. هو
هو المثلث ده لو انت جبت المساحه تحت المحنه مش هي مساحه المثلث ده؟ اه بالظبط. طب ايه هي مساحه المثلث؟ نص البيس فين؟ هاف في ال W في الابسلون نود. طب ده انت وصلت له صح لو. صح. يعني انتوا كنتوا ممكن جدا واحد منكم يعني يقول لي من غير التكامل ده خالص، طول ما انا عارف ان ده ستريت لاين وده ستريت لاين يعني ده معناه تراينجل، خلاص انا اقدر اجيب التكامل، ما انا عارف ان التكامل بتاع الالكتد فيد هي مساحه تحت المنحنى، يبقى هي على طول المساحه بتاعت التراينجل، كنت اقدر اقول انها نص ابسون نود نص اي نود اسف في الدبليو اللي هي الويتس اللي موجود عندك. طبعا ادي ده شكل البوتنشال، يعني انت لو عملت التكامل هنا وانت بتكامل هنا عملت تزود الاريا، وبعدين هنا الاريا برضو بتزيد بس بريد ضعيف، وبعد كده الاريا مش هتزيد خالص، ويبقى ده هنا ادي الفي بي اي ريلاتيف لنقطه البدايه اللي انت بديتها، وطبعا ده تقدر تجيبه بسهوله بالايكويشن رقم 15. بصوا بقى كويس جدا كده عشان هنبتدي نلعب شويه. هل في اي مشكله دلوقتي من ايكويشن 14 وبعدين عمل الانتجريشن؟ اللي منكم عاوز يبقى يعمل انتجريشن على ايده اعملها، لكن انا اقصد اللي منكم اوكي ماشيه تقدر انك انت تبقى فاهم ان الكلام ده يعني بسيط جدا وتقدر انك انت تجيبه لغايه ما توصل لايكويشن 15. طيب دلوقتي سؤال، في حاجتين عاوز اسال عنهم، فيجر 5 اي بتاع الالكتد فيد، فيجر 5 بي بتاع البوتنشال، او المعادله 14 و15، في اي مشكله هنا؟ اصل كده احنا خلصنا الشابتر اللي بعد كده انا ما عنديش حاجه، او يعني خلاص خلصنا البارت الاولاني لغايه ما نبتدي نحسب الكارت. باشمهندسين في حد عنده اي مشكله في الفيجر ده او الثاني او معادله 14 و15؟ هو معلش يا دكتور، هو المعادله 14 احنا جبناها ازاي؟ انت معانا كنت من اول البتاع يا باشمهندس؟ بس انا يعني ساعات بسرح فانا اسفه. باشمهندس احنا اول ما بدينا قلنا هي الدبليو عباره عن مين؟ المجموعه هما الاثنين. طيب اكس ان نوت زائد اكس بي نود، شفنا الكلام ده؟ طب هتجيبي اكس نود ازاي دي؟ اكس نود من هنا تساوي ايه؟ تمام خلاص تمام. هتبقى دبليو وهتبقى دبليو ناقص اكس بي نود. يا باشمهندسة ارحميني، انا بقول عاوز اكس بي اكس نود من المعادله دي، تعملي ايه؟ من المعادله اللي هي 13. تمام. دول لما تاخدي دول مع بعض كده اكس ان نود بكام؟ تمام. الابسلون هتروح بالابسلون هتبقى هنقسم نود اي نود على مين؟ على كيو ان زي. طيب وبرضو اكس بي نود تبقى بكام؟ هتبقى اف نود على كيو ان اي. طيب اجمعيهم على بعض. تمام تعالك المعادله دي على طول. شكرا دكتور. انت لازم تركز شويه دكتور. فيجر 5 بي ده هي ليه بعد الاكس ان نود الفولتج لسه مكمل مش بيبقى بزيرو؟ مش الفي في بلت ان ده المفروض بين اكس ان نود واكس بي نود؟ نعم بس بس مين اللي سأل؟ نعم مين اللي سأل السؤال ده؟ اسمك ايه؟ انا محمد. محمد ايه؟ محمد حسين. محمد حسين انت لو بايدي هرجعك فريشمنت immediately. ليه يا سيد محمد حسين؟ تعالى بس بقى. الاريا هي عباره عن التكامل عباره عن ايه؟ رد عليا. حلو جدا. حضرتك هتبدا الانتجريشن من فين يا محمد؟ من اكس بي نود لاكس ان نود. وانت ماشي من هنا هنا الاريا عماله تزيد ولا لا؟ طيب وما هتكمل لغايه هنا برضو الاريا بتزيد ولا لا؟ طيب بعد كده هل الاريا هتزيد؟ في حاجه هتجمعها؟ لا. طب انت عاوز تنزل التكامل ازاي يعني؟ في حاجه سحبت منك الاريا؟ لا انا
انا قصدي في كيرف ال 5 بي يا دكتور. لا اله الا الله، هو كيرف 5 بي مش هو تكامل اللي فوق يا ابني؟ تمام. طيب تعال لي بقى، عشان انت كده تبقى حاجه ماساويه في قسم الكهرباء قدام. معلش بقى تعالى معايا، انا عاوز منك حاجه وحيده بس تعملها لي دي. ده على فكره انا الحته دي شرحتها يعني في الكوانتم كتير جدا. تعالى بقى، لو حضرتك عندك انتجريشن كده، ادي اف اوف اكس دي اكس. محمد خليك معايا، اصل اللي انت بتقوله ده حاجه خطيره والله. حضرتك لو قلت لك اعمل لي انتجريشن بتاع اف اوف اكس دي اكس، يبقى حضرتك اما هتيجي هنا عاوز ترسم الانتجريشن. الانتجريشن مش هي اندر ذا كيرف؟ اري اندر ذا كيرف؟ ايوه. طيب انا لو اخدت اريا في البدايه دي هجمعها على الاريا اللي بعديها، يبقى طول ما انا ماشي كده الاريا غايه النقطه دي، الاريا عماله ايه؟ عماله تزيد. طيب يبقى انت عندك اهو الانتجريشن هرسمه لك بالاخضر. دي فيتا مستيك، انت مش حاسس ان انت بتقوله. ماشي، انا كده الاري عماله تزيد صح ولا غلط؟ تمام. طيب بعد اكس نود، ركز معايا، بعد اكس نود هل الاري هتزيد؟ لا. هل انت هتجمع يعني لو جمعت حاجه بعد الاكس نود على اللي فاتت هل الفاليو هتزيد؟ لا برضه. يبقى تبقى صفر ولا تثبت؟ رد عليا. هتثبت، بس اقصد في الحاله دي كانت ليه هتثبت يعني؟ ارجوك خليك معايا، ارجوك خليك معايا مع حضرتك والله. ما هو لو انت فاهم دي ومش قادر تفهم الثانيه دي كارثه اكبر. ليه؟ تعالى بس معايا واحده واحده لو سمحت، اصل بجد والله دي خطيره يا ابني. هو انا لا انا 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 فاهم، انا فاهم انتجريشن، انا اقصد بس الحته مش الفي ال بوتن الفي بيت ان بوتنشال بيبقى بين الاكس ان نود والاكس بي نود. يا محمد مش معقوله كده، اسمعني يا ابني. تمام حضرتك كمل كلامي. طيب لو جبت لك شكل زي كده، دي خليك معايا، لو جبت لك شكل زي كده التكامل هيبقى ازاي؟ ده هيبقى يعني انت هتتدرج كل حاجه بنفسك، بس ان انت مش قادر تصبر. ها لو انا هكمل حاجه زي كده هعمل ايه؟ يبقى اخد الاريا اللي بعديها لان اللي تحت دي يعني من يعني هنا دي هتبقى التكامل يبقى شكله ازاي؟ في الفتره دي هتبقى التكامل يبقى ثابت ولا ثابت؟ دي بثابت. وبعدين يرجع يعمل ايه؟ يبقى ستريت لاين تاني. وبعدين اما يخلص المنطقه دي لغايه هنا يعمل ايه؟ يثبت برضه. يثبت تاني صح ولا غلط؟ صح. ماشي تمام. طب خليك معايا بقى، لو جبت لك شكل كده عندي كده ومثلث كده، قلت لك انا عاوز حضرتك تعمل لي الانتجريشن، ده الفانكشن اهي وادي الاكس، خلي بالك ده ستريت لاين. ايوه تكامل الستريت لاين هيبقى ايه؟ بقى برابل. يبقى ده هيبقى طالع كده صح؟ حلو. طيب وصلنا لغايه هنا وانا بكمل دول، المساحه تحت المنحنى ما زالت بتزيد ولا لا؟ بتزيد. بس بتزيد على طول ولا الريت بتاع الزياده عمال يقل؟ الريت بتاع الزياده يعني انت في لا الاول عمال تجمع الاريا بتاع الزياده. ايوه وبعدين هتجمع اريا ايه؟ بعدين الاريا الثانيه يعني. طيب بعد ما تخلص هنا هتجمع اريا تانية؟ لا. طيب يبقى اذا انت هيبقى عندك الزياده طالعه كده
وعند البوينت دي مش هتزيد تاني. صح ولا غلط؟ صح. يبقى ده شكل المثلث الانتجريشن بتاعه ولا لا؟ ايوه. وصلت لغايه هنا؟ اه تمام. طيب تعال معايا الكيس بتاعتك، هل المثلث بتاعك كان كده ولا كان كده؟ تحت. تحت. يبقى المفروض الاريا تبقى ايه؟ لو انا بجمع، لو بعمل انتجريشن، كانت المفروض الاريا تبقى ايه؟ هي تبقى تمشي بنفس الطريقه. اه تمشي بنفس الطريقه بس يبقى ايه؟ اريا تزيد لفوق ولا لتحت؟ لفوق. انت كده وانت بتجمع هتجمع اريا سلبه ولا موجبه؟ دي كده تبقى هناخد الابسوليوت المفروض يا سيدي. ليه؟ خدها بالاشاره بتاعتها لا اله الا الله، يبقى نيجاتيف. يبقى نيجاتيف تمام. يبقى حضرتك هتنزل كده صح ولا غلط؟ صح. وبعدين دي اما تضاف تنزل اكتر ولا لا؟ تنزل. اه وبعد كده يحصل ايه؟ تزبط. بعد كده بعد ال ايه؟ بعد ما اوصل لهنا، بعد ما اوصل للنقطه دي هنزل تاني ولا اثبت؟ لا تثبت. تثبت كده صح ولا لا؟ اه. يعني اذا الشكل اللي تحت ده انتجريشن بتاع المثلث المقلوب ولا لا؟ ايوه. طيب ارجع بقى للسلايدز، بص كده حضرتك وانت بتكمل بقى نسيت حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ شايف حضرتك الاشاره السلبه دي؟ اه اللي هي بتاعت الكتريك فيه. ايوه. يبقى دي ما انت هتكامل، هتكامل المثلث اللي قدامك ده مفروض اريا لتحت صح ولا غلط؟ اه فاهم. بس ما انت هتعمل ايه؟ هطلع البوست، هطلع لك البوزيتيف اللي وصل ولا لسه؟ اه تمام. وفهمت سيبت ليه ولا لا؟ اه اه تمام. بس لو صبرت عليا دي مش عاوز تسمعني يا محمد. لا والله لا انا بس حضرتك بتقول مش فاهم. انا لا فاهمها والله. انا امال ايه بقى حاجة يعني. لو انت فاهمها انا كنت اقصد بس في الحاله دي كنت بتلخبط هو ليه بعد الاكس الاكس نوت كان بيبقى فيه يعني بيبقى لسه فيه في بيلت ان بوتنشال. ايوه طبعا البيلت ان بوتنشال ده يعني ايه؟ استنى بس الخطه دي خطيره قوي. بص انت عندك هنا الفولت ثابت ولا لا؟ اه الفولت ثابت. ايوه. طب يبقى الالكتريك فيلد بكام؟ بزيرو. ده صح. هو معنى ان الفولت ثابت معناه ان في الكتريك فيلد؟ لا يعني في الكتريك فيلد عشان ديفرنس. بالظبط. يبقى سؤال، يبقى الرسمه دي مع اللي فوق صح ولا لا؟ هنا اما كان ثابت يبقى الكتريك فيلد فوق بكام؟ بزيرو. بزيرو. وهنا اما كان ثابت برضه تفاضله بكام؟ بزيرو برضه. يبقى هيبقى الكتريك فيلد جوه منطقه الديبريشن بس ولا لا؟ اه جوه الديبريشن ريجن. اه. هل ده يتطرد بقى مع الرسمه اللي احنا رسمناها دلوقتي ولا ده صح؟ تمام كل الحاجات وصلت؟ اه وصلت. شكرا تعبت حضرتك دكتور. لا لا بص يا محمد انا ما تعبنيش، انا بس كل ما فيها نفسي لما تسال حاجه اسمع اللي قدامك شويه. لا تمام والله دكتور انا لا تمام شكرا. انا بس مين اللي عاوز اقول لك يعني انت لو كنت ركزت معايا اولا كنت هنبهك على الاشاره، فالاشاره هتقلب الاريا فاهمني؟ اه تمام. المينينج انك انت زعلان، انت كل اللي زعلانه ازاي المنطقه النيوترال فيها بوتنشال ثابت. طيب هو سؤال، انا لو جيت لك في منطقه قلت لك البوتنشال ثابت دي يعني ان وجود الكتريك فيلد؟ لا مفيش الكتريك فيلد. مفيش الكتريك فيلد. صح ولا غلط؟ صح. يبقى الرسمه دي تطابق الوقت. تمام ايوه صح. وصلت؟ اه تمام وصلت كده. تمام. هي دي بقى اللي حضرتك المره اللي فاتت انا ما علقت عليها بعضكم ما خدش باله. بصوا كده شايفين الرسمه دي؟ مش دي اللي انا جمعتها لك المره اللي فاتت؟ اه ده الانرجي باند ديجرام. ده الانرجي باند ديجرام. هنا الانرجي فلات ولا لا؟ بص في الحته دي حضرتك بتشاور على الحته. اه اه طيب يبقى معنى كده في هنا الكتريك فيلد.
لا كده ما فيش إلكتريك فيه. طب وهنا؟ لا ما فيش إلكتريك فيه برضو. برضو ما هنا ما فيش إلكتريك فيه صح ولا؟ الإلكتريك فيه ده أنهي منطقة بقى؟ اللي هي في النص اللي هي المفروض يجي بريشر. صح. لكن هل ده يمنع بقى ان البوتنشال ثابت هنا؟ لا ما يمنعش. عشان كده قلت لك هنا في VBI. في VBI. وهنا في VBI. ايوه في بوتنشال. ايوه. لكن الالكتريك فيلد بكام؟ بزيرو. وصلت؟ ايوه تمام وصلت. كده انا شكرا. واسأل تاني من المكشف. تاني معاك وبعدين تفهم مفيش مشكلة. عادي عادي. بص عادة انا هقول لك هو اللي بيحصل ايه. انت بتبقى دايما لما بتسأل سؤال في نقطة في دماغك. هي دي اللي انا كنت بحاول بس ان انا اغيرها لك شوية. دايما الواحد لما بيجي يتناقش في حاجه بيبقى هو عنده وجهه نظر معينه. هي المشكله بس ان احنا في المناقشه احيانا بتبقى نقطه غريبه دي. احنا المفروض بندور على ايه الصح، لكن مش ان كل واحد يثبت ان رايه هو صح. هي دي المشكله والله. يعني دايما التضاد بيحصل من كده، ان انا وانت بتتكلم انت في دماغك حاجه ما انا عاوز تقولها ومش قادر تبص للي قدام. لو فعلا الناس بتتناقش ساينتيفيكلي بنجنب الحاجة جانبا وبنتناقش مع بعض ونشوف مين اللي يقتنع بره. طبعا انت ما تستغربش، بس يمكن انا على طول قلت لك استناني بس سبب. انت مش انا سألت السؤال ده والله قبلك، انا بدرس الكورس ده فوق 30 سنة. سألت السؤال ده على الاقل في السنة 3 4 مرات. فيمكن انت ما بتيجي تقوله لي بابا انا خلاص انا عارف انت وقعت فين. يعني مش حاجه والله ان تيجي تقول لك بس السنين. فطبعا انا بقول لك اسمعني عشان انا ببقى عارف انت لو كنت قلتها لك وانت لسه ما اقتنعتش كنت هسيبك بقى تتكلم معايا لغايه ما اوصل للنقطه اللي هي عامله المثليه دي عندك. المهم اتفهم دلوقتي يا محمد؟ تمام جدا يا دكتور، شكرا والله. تمام. طيب بصوا بقى معايا دلوقتي بقى عاوزين نلعب ونجيب ريليشنز تانية. عاوزين نجيب علاقة. بصوا عاوزين نجيب علاقة من مين بقى؟ بصوا كويس قوي. ديبليشن ويتس ومين؟ ها؟ بلت ان بوتنشال. بلت ان بوتنشال. يعني بتجيب الدبليو مع مين؟ مع الفي بي اي. في بي اي. بصوا انتوا جبتوها قبل كده بس هنحورها عشان شايفين دي؟ اهي. ما هي دي كانها ايه؟ يبقى لو رسمت في بي اي صح كده ولا ماشي؟ طيب تمام. اقدر اقول الدبليو هي مين؟ 2 في بي اي. 2 في بي اي على مين؟ على ابسن نود. لا مش ابسن نود، اي نود ده الالكتريك فيلد مش الابسن. ايوه حلو جدا. وانت من هنا كنت جايب الاي نود ولا لا؟ يعني او بمعنى اصح شيل الاي نود من هنا، شيل دول عوض بيهم هنا. يعني كانك شيل الانود عوض بيها تحت. كويس؟ تمام. طيب هيطلع لك المعلل اللي تحت، هل هيبقى فيها دبليو ولا دبليو سكوير؟ هيبقى فيها كده دبليو سكوير. دبليو سكوير. جيب دبليو لوحدها يبقى هتاخد الروت ولا لا؟ هتاخد الروت. بس تطلع لك المعلل اللي موجود. تمام؟ تمام. اخر كلمات سريع جدا. انا قلت لكم خلاص، انا مجرد ما وصلت لدول كل العلاقات اللي بعد كده هي كلها تستنتج من بعضها. بس هنا بقى ليا كومنت صغير عاوز اناقشه معاك. بصوا كده كويس قوي على الايكويشنز اللي موجوده عندك اهي. طبعا انا وصلت ان في بي اي بيساوي دبليو دي. طبعا ممكن اشيل الفي بي اي، ان انا عارف كويس قوي ان الفي بي اي ما تنسوش كانت زمان هي مين؟ كي تي كيو لان كيو ولان الان اي ان دي على ان اي سكوير. تشيل الفي بي اي دي من هنا شايفينها، تحط بدلها دول. طيب يبقى انت كده جبت علاقه من الدبليو ومين على طول بقى؟ الدوبينج. تمام. بص كويس قوي على العلاقه اللي قدامك دي. لو انت ركزت كل ما تزود الدوبنج الدبليو تكبر ولا تصغر؟
بص كويس قوي هنا. تصغر. بص ما اللي هيقول تكبر تكبر ليه؟ واللي هيقول تصغر تصغر ليه؟ صح ولا لا؟ عشان التوبيك لما يزيد في الاكس بي نود والاكس ان نود بتقل فالدبليو بيقل. هو جابها بالطريقه السهله، هو صح؟ هي الدبليو دي مش مجموعه تو ديبليشن ريجون؟ طب وانت عارف كل ما ترفع الدوبنج يحصل ايه في الديبليشن ريجون؟ تقل. ايه؟ ها وسط ولا لسه؟ تمام. بعض الناس هتقول لي دي برضو خداعه قوي، بس هيبقى ايه زعلان ليه؟ هيقول لي ايه؟ بس خليكم معايا. ال ان اي طبعا ملهاش علاقه بالدوبنج، صح ولا لا؟ ان ده تكون متخصصه بالماتيريال. ايوه. بس هنا انت عندك ان اي في ان دي، وهنا تحت ان اي في ان دي. ما تنسوش ال ان اي في ال ان دي اللي جوه دي ما قبليها في لين. طيب بصوا كده عشان تحسوا بالقيمه، تخيلوا لو ان اي ب 10 اس 15. بصوا كده بس انا هديكوا رقم ان اي، خدها ب 10 اس 15. ان دي خدها مثلا ب 10 اس 16. ركزوا بس معايا، اما تضرب ان اي وان دي يبقى 10 اس كام؟ 10 اس 31. حلو، يبقى الحته دي 10 اس كام؟ 31. 31. طيب اما تاخدوا اللين 10 اس 31، بس اللين تطلع 31 لين 10 ولا لا؟ اهي انا خدت لين 10 اس 31، دي تكتبها لي انها ايه؟ 31 لين 10. طيب احسبوا كده على الكالكوليتر، 31 لين 10 كام؟ 71. اظن صغيره جدا يعني. طبعا. طيب يبقى الدومينيتد دي ولا لا؟ بتقل. يبقى كل ما ان اي وان دي يزيدوا طبعا الدبليو يحصل لها ايه؟ تقل جدا. تقل جدا. وصلت ولا لسه؟ تمام يا دكتور. برضه عشان تتعلموا اما يبقى عندك بارامتر جوه اللين وبارامتر بره اللين، دايما اللي بره اللين هو الدومينيتد. ده هو نفس البارامتر، يعني اللي جوه زي اللي بره، زي هنا ان اي وان دي جوه وان اي وان دي بره. طبعا واضح ان الان اي والان دي بره هي اللي هتدومينيت، ان طبعا اللي جوه اما تاخد اللين انت عارف الفاليو بتبقى اصغر بكتير. اوكي دلوقتي كده دي واحده بس عشان نخلص من الحته دي كده، غيت السطرين اللي موجودين بتوعك، المعادله بقى 16 والمعادله رقم 17. هل يا باشمهندسين دول فيهم اي مشكله دلوقتي بالنسبه لك؟ خلي بالكوا بقى، انا من هنا وانا طالع انا هلعب على كل الحاجات اللي موجوده قدامي كلها، لكن لو دول مفهومين انت واقف على ارض صلبه جدا جدا جدا. ولاد في عندكم اي مشكله لاي حد من ال20 الموجودين؟ انتوا عددكم صغير. ف ومحمد ما تفتكرش ان انا يعني لو كلمتك هشد معاك ابدا والله. لا ابدا يا دكتور والله. لو عندك اي حاجه في 16 و17 عندكم اي حاجه؟ هو بس انا فاهمهم يعني، انا دول فاهمهم، بس عندي سؤال صغير كده. يعني الريليشن اللي هي ال ان اي في اكس بي نود ايكوال ان دي في اكس ان نود، هي الريليشن دي ما اقدرش استخدمها يعني كعلاقه ان انا لو زودت الدوبنج او كده؟ اني انهي علاقة؟ نعم. كام الكوشن كام انت عاوزه؟ انا دلوقتي بص افهمني، انا هنا بجيب ايه؟ انا هجيب علاقه هنا ما بين الدبليو اللي هي التوتال ديبليشن ويدث، واخد بالك؟ ايوه تمام. تمام، انت كنت عاوز تيجي تثبت ايه؟ هو مين بيتكلم بس دلوقتي؟ ما انا محمد. ايوه محمد، عاوز انهي ريليشن؟ من الكوشن اللي هي كوشن 8 يعني. كوشن 8؟ حضرتك امبارح لما قلت نزود الدوبنج ف ايوه. هو لما زود الدوبنج يعني الاكس بي نود هيقل مش هيزيد؟ ليه؟ انت دلوقتي افرض انك انت افرض ان دول حصل ضرب مقدار ثابت، كويس؟ طيب يبقى اما تزود الان يحصل الاكس بي؟
نعم لما ازود ايه؟ اما تزود ال N ايه؟ يحصل ايه لل X V؟ هيقل. طيب يبقى انت كل ما تزيد الدوبنج الدبس بتاع الدبليشن ويس بيقل ولا؟ طب لو زودت ان دي وبعدين انت عندك ابسط من كده لو انت عاوز، انت مش كنت جايب العلاقه دي. بص انت عندك الويتس والاكس نود، ما دي اللي احنا جبناها، يعني دي 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 بقى صراحه دي التوتال مع الويتس، ما فيش اي الكتريك فيد، ما فيش اي بارامتر تاني. ايوه بالظبط. فانت هنا فهمت، اما كل ما تزود ال ان اي ان دي، كل ما تزود الاثنين مع بعض ان اي وان دي، البارت ان اي ان دي ده اكيد هيزيد، هيزيد جوه اللين وهيقل نتيجه اللي بره اللين، صح ولا لا؟ بس انا ذنبتك اللي جوه اللين بيبقى تاثيره ايه؟ بيبقى تاثيره اقل من كتير جدا. يعني خد ابسط مثال، بص خد ابسط مثال، لو قلت لك عندك اي اس 27، بص كده اي اس 7 وايه 20، خلي بالك من اي اس 27، احسبها كده على الكالكوليتر. يا رقم كبير، 10 باور نيجاتيف باور 11، حاجة تو باور 11 صح؟ لو انت اخدت اللين هنا يطلع كام؟ يطلع 27. طيب شفت الفرق ده؟ ايوه اوكي تمام. تمام ماشي اوكي. طيب اخر حاجة بقى، احنا كده على فكرة خلصنا كل الالكتروستاتيك، بس حاجة أنا بنبهها لك بقى أما تسمعها في أي مسألة أو أي امتحان أو أي حاجة، يقول لك إيه one-sided abrupt junction أو one-sided step junction. يقصد بها إيه؟ لو سمعت كلمة one-sided دي يقصد إنك أنت عندك B plus N أو N plus B، يعني إيه؟ عنده الدوبنج في حتة عالي جدا والدوبنج التاني إيه؟ عادي أو قليل. طيب معنى كده ان الدبس جوه الدوبنج العالي ده هيبقى بكام؟ مش منسين؟ هيبقى قليل. قليل صح ولا غلط؟ مظبوط. مظبوط. طيب بس عشان تتخيلها بصوا كده، لو انا جبتك دايود قلت لك ادي بي ان جنكشن، بس عشان تتخيله معايا قلت لك الدوبنج هنا 10 اس 17 والدوبنج هنا 10 اس 14، متخيلين دي؟ ايوه. طب بص لو الدوبنج في الحته دي مثلا تخيلوا اكس بي نود دي، تخيلوا كده يعني افرض ان دي البي تايب ودي الان تايب، تخيلوا لو قلت لك ان الاكس بي نود دي 3 مايكرومتر، يبقى الاكس بي الاكس ان نود بكام على طول؟ يا اخوان اصغر من 3. قد ايه اصغر من 3؟ 3 نانو. ايوه دي 3 مايكرو، الثانيه هتتقسم على 1000، ان الريشيو ما بين دي ودي كام يا اولاد؟ 1000. مش دي مش دي اعلى من 1000 مره؟ ايوه اعلى من ده كام مره؟ 1000 مره. إيه؟ ألف مرة. يبقى الدبليشن ويتس جواه هيبقى أصغر من التاني كم مرة؟ ألف مرة. ألف مرة. يبقى لو التاني حاجة 3 مايكرو ده هيبقى 3 إيه؟ 3 نانو. نعم. طب ما هي دي التطبيق للعلاقة اللي عندك دي أهي، أنتوا مالكوا؟ اللي هي اللي هي إن إن اللي هي ال لنفس المسألة اللي بيحصل فيها دلوقتي. أيوه بالظبط، اللي هي الـ XPO تايمز الـ 10 باور 14. أيوه. اللي هو حضرتك حاطبها. دي ولا؟ يعني الريشيو ما بين اكس ان نود واكس بي نود هي الريشيو ما بين ان اي الى ان دي، صح ولا غلط؟ ايوه يا دكتور. مظبوط. طبعا لو واحده منها 3 مايكرو وهي في الدوبنج القليل هتبقى الثانيه 3 نانو في الدوبنج العالي. دي بقى عشان كده بقول هنا ايه، اول ديبليشن ويدث
almost in higher a doping ratio. وصلت ولا لسه؟ دي لوور دي جنس لايتر لو صح مش هاير لايتر خلي بالك كلمة لايتر انا قريتها غلط هاير لايتر يعني معظم الدبليشن ويتس هتبقى في الدوبنج الصغير كل ما الدوبنج كان قليل كل ما معظم الدبليشن ويتس فيها ولاد غاية سلايد 9 في اي مشكلة هنا؟ انا مش فاهم بس يا دكتور بأي وان سايدد ابربت جانكشن دي كده ما كلمة وان ابربت سايدد يعني ايه؟ يعني لما انا اقول لك عندي ديبليشن ويتس موجوده في حته والتانيه تقريبا ما فيش هو لو انا جيت قلت لك عندي ديبليشن ويتس تمام في حته 1000 وفي التانيه 1 يبقى هي معظمها موجوده فين في ال1 ازاي بقى يا باشمهندس لا الله يعني جيت قلت لك انا عندي ديبليشن ويتس فيها اكس بي نود ب1000 واكس ان نود بوان تبقى معظمها في انهي حته؟ ايوه في الالف في الالف تمام انا فهمت حاجه بتتكلم عن الدوبنج تمام طيب يبقى المنطقه اللي الدوبنج بتاعها قليل هي فيها معظم مين؟ فيها معظم الديبليشن ويتس يبقى اما لو قلت لك عندي ديود بي بلس ان اما تكتب كده بي بلس ان معناها الدوبنج في البي عالي جدا ولا اه تمام يبقى معظم الجنكشن فين؟ في الان في الان لو كتبت لك عندي جنكشن ان بلس بي يعني الدوبنج في الان ماله عالي عالي قوي يبقى معناها انها في الجهه الثانيه معظم الويتس فين يبقى في البي طيب عشان دي بقى بيسموها وان سايدد ابراب جانكشن يعني وان سايدد يعني ان معظم الديبليشن ويتس في جانب واحد بس اه تمام فهمتها ولا لسه اه تمام فهمتها هي بس الاكسبريشن بتاعها كده انا يعني حتى انا شكيت على فكره انه بعضكم ممكن ما ياخدش باله انا قصدي ايه فرحت عاملها لك باكزامبل يعني حتى اديتها لك تحت بص كده يعني انا هنا حتى لما جيت رحت كاتبها لك تحت قلت لك ايه assume b plus n as an example this means ايه ان n ايه اكبر بكتير جدا من مين من n دي من n دي يبقى معناها x n نوت اكبر بكتير قوي من مين من اكس بي نو يبقى الدبليو تقريبا هي مين اكس ان نو وصلت اه تمام كله كده خلاص مش مهندسة اللي كان سألتني في الاول اخبارك ايه تمام يا دكتور انت ايمان برضو اه ماشي يا زلمة انا بس بالصوت كده افتكرت الاسم يعني خلاص اوكي واضحة هنا ولا لا واضحة دكتور اوكي طيب هنقلكوا بقى على حاجة كده طبعا خلاص اظن الانرجي باند جراند ده ابتدى يبان ولا لا اه حضرتك قلت امبارح برضه انا قلته بس دلوقتي كل شوية بتشوفه اكتر ولا لا اه عظيم تعالوا بقى ناخد اكزامبل واحد كده بس شوفوا بقى الاكزامبل ده يعني لازم اول ما تخلص المحاضره دلوقتي روح حلوا بالارقام عشان انتوا بتعملوا بعض المشاكل نتيجه تعويضكم حاجات غلط ما بتاخدوش بالكم فلو سمحتوا حلوه بالارقام اسمعني بس عشان ابقى مطمن ان الابسون نود والابسون ار والحاجات دي انتوا بتجاوبوها صح ان معظمكم عندكم خطا مهم بقى انت الابسون بتاعت اي ماده احيانا نكتبها ابسون نود في حاجه بنسميها ابسون ار اللي هي بنسميها ريليتيف بيرميتيفيتي بيرميتيفيتي ريليتيف بيرميتيفيتي خلي بالكم الابسون بتاعت اي ماده فاليو صغيره جدا فانا مثلا بجيب لكم اوقات في مسائل اقول لك ايه اقول لك ابسون بتاعت السيليكون 11.8 الاقي واحد منكم اخد 11.8 دي وراح معوض بيها على طول لا يا ابني انا هنا مدي لك دي هي ال 11.8 ان دي انا كاتب لك ايه الريليتيف بيرميتيفيتي يبقى دي لازم تتضرب في مين في ال 8.85 اللي هي الابسلون نود فطبعا لما هتضرب ابسون ار في ابسون نود دي هتطلع برضو الابسون دي مقدار ايه اصغر اصغر او يعني مقدار صغير
لا مش لازم يبقى اصغر من اكس نود، انا طبعا هتبقى اكبر من الاكس نود، ولكن الابسون مقدار صغير جدا. انتوا كتير جدا كنتوا بتروحوا واخدين الابسون ار دي بتاعت السيليكون بتاع التبريد هي الابسون بتاعت السيليكون، لا هي لازم تضرب في ابسون نود وتبقى دي الابسون بتاعت السيليكون. ها واضحه النقطه دي من فضلكم في الخطا بتاعكم؟ واضحه يا دكتور. واضحه يا دكتور. اوكي لو سمعتوا اصل دي بقى بتقلب المساله. طيب تعالوا بقى ناخد المساله دي بعد كده هننقل على طول كده، يعني اول ما نخلص المساله دي هننقل بقى على بي ان دايود. خلاص هنحط بايس وهنبتدي نشغل بقى الدايود فورورد وريفرس ونحسب الكرنت اند سو اون. فالمساله دي تقريبا كده هي هتلمنا كل الحاجات اللي انت كنت بتعملها. طيب واحده واحده بقى همشي معاكم. هو بيقول لك ايه اللي بيقول لك considered an a silicon PN junction، بس ما قالش سيليكون وسكت، قبل سيليكون قال ايه؟ ابروبت. انت اول ما هتسمع ابروبت دي هتفهم ان واحده الدوبنج عالي والثانيه الدوبنج ايه؟ قليل. هو فعلا نبهها لك بس بطريقه ثانيه. شوفوا قال لكم ايه بقى؟ السيليكون بي ان جنكشن ات روم تمبريتشر، خلاص طبعا روم تمبريتشر نبهت ان 300 ديجري كلفن، مفيش اي تعويض بالديجري سنتيجريد زي ما متفقين. ان ويتش ذا اكسبتور كونسنتريشن، بص الاكسبتور كونسنتريشن كام؟ 10 اس كام؟ 18 كده يبقى اكبر من كام بقى؟ 10 اس 15. طبعا واضح كده على طول ان هنا معظم الديبليشن ويتس هتبقى فين؟ في الان تايب ولا في البي تايب؟ الان الدونر هي القليل قوي، يبقى الان الدوبنج قليل هيبقى معظم الديبليشن ويتس فيها. ماشي بيقول لك هنا خلي بالك بس حتى مهمة، بيقول لك ذا جنكشن هاز ا سيركلر كروس سكشن اريا، يعني هو بيقول لك ان الديود ده الكروس سكشن اريا بتاعته 10 مايكرو متر. اول سؤال بيقول لك كالكوليت ذا فيرمي ليفل ان بي اند ان نيوترال ريجن، هو ما بيتكلمش هنا على عند الجنكشن، هو بيتكلم في النيوترال ايه ريجن. طيب هو مديك الدوبنج ولا مديوني ومديك ايه تاني؟ مديني ان ايه دوبنج وداك النوع اللي هو سيليكون، يعني عرفك الان اي والان دي صح ولا غلط؟ والان بالظبط. يبقى سيادتك على طول هنا هتعوض اي فيرمي ناقص اي اي عشان تجيب اللي في الدونر هتعوض بيها، يبقى انت جبت دي اللي جوه ال N material، نفس الكلام ده تكون جايب اللي جوه ال B material، يبقى انت عندك EF ناقص EI وال EF برضو ناقص EI اللي هو ال intrinsic في حالة ال B هم الاثنين موجودين قدام. واضحة دي ولا فيها مشاكل؟ واضحة دكتور. بيقول لك draw an equilibrium band diagram of the junction واحسب من ده ال built in potential، يعني هو دلوقتي عاوزك ترسم ال energy band diagram، ركز كويس، ومن ال energy band diagram ده تجيب له ال built in potential. طيب بص كده انا هوريكم بس الطريقة اغششكم الحل يعني، بس وانتم ماشيين معايا عشان كده قلت لكم لازم هترجعوا تحلوا المساله دي تاني. بص تعالى معايا، ادي لو انتم تفتكروا دي الرسمه، انت جبت ايه في المره اللي فاتت يا باشمهندس؟ افتكر كده السؤال اللي فات، انت جبت الفرق ده ولا لا؟ ده جبته ولا ما جبتوش؟ جبته. وده جبت السؤال اللي قبليه اهو، ما ده اللي احنا جبناه في السؤال الاولاني ايه صح ولا غلط؟ بالظبط، فهي دي المسافه اللي هتبقى يمين وشمال في الجراف. بالظبط. انت بقى كما لو كان انت جبت دي جبت اهي وجبت دي صح ولا غلط؟ مظبوط. مظبوط. طيب ما هي الكسره اللي عندك، الكسره اللي عندك سواء في الكوندكشن باند او في في الانترنسك ليفل او في الفالنس باند، هي زي بعض ولا لا؟ هي. وهي دي البيلت ايه؟ هي دي البيلت بوتنشال، البيلت ان بوتنشال. يعني كما لو كان، لو انت رسمت مفروض بقى التو فاليوز اللي انت جايبهم دول تجمعهم على بعض ولا لا؟
اهي ما انت ادي البعد الاولاني وادي البعد الثاني وانت عاوز البعد الكلي صح ولا غلط؟ صح. ها كم واحد لقطها يا باشمهندس؟ انا بس عاوز اشوف معلش يا ولاد انا يعني بس انا مهتم ان انا كم واحد لقطها على طول. طب ايمان لسه ما شفتهاش؟ ايمان لسه لسه بفهمها يعني. ايه لسه بفهمها بس هي تمام واضحه. لقطيها دلوقتي؟ اه. طب مصطفى انت ايه المشكلة عندك مصطفى؟ مش لقيتها الصراحة يا دكتور. لا يا سيد مصطفى نايم على روحك. ده والله محاول افهم بس ما لقطتهاش. انا بس ده مصطفى تعالى بس ما هي لمضة بس تعالى تعالى بص دلوقتي سؤال هو البيلت ان بوتنشال فين يا مصطفى؟ هو الفرق ما بين الـ يعني هو الميلة دي فرق الطول الهايت يعني. ايه رأيك الميلة دي مش ممكن تعملها كخط كده؟ خط كده تبقى انت عاوز البعد ده؟ اه تمام. طيب حلو قوي. انت الخطوه الاولانيه جبت مين يا مصطفى؟ الفرق ما بين الاي فيرمي والاي اي جوه الان تايب ولا لا؟ اه تمام. يعني انت جبت البعد ده صح؟ تمام ايوه جبت خلاص البعد ده ولا لا؟ ايوه تمام. طيب هتعمل ايه يا استاذ مصطفى؟ بجمع لو يعني ايه الصعب ده؟ ما لقطتش لما الخط اتعمل كده لقطت. ايوه ادي بقول لك لسه نايمين ما كان باين اصلا بتبان قوي وانتوا ساكتين كده هادين اما بتكونوا فايقين ما بتفوتوش حاجات كتيره يعني لكن دلوقتي طبعا بتهز دماغك وساكت لكن انا عشان كده انا حطيت السؤال ده واصريت اسالكم ما هو باين يعني اصحى عشان تصحوا لي قبل الكرنت انك لو نمتوا في الكرنت هبقى صعب اجيبكم جدا بعد كده كرنت طبيعي هيتعبكم والمحاضره اللي جايه كمان بالذات يعني هتعبكم اكتر فخليك معايا ايمان لاحظتيها ولا لسه ايمان اه تمام يا دكتور وصلت بجد مش ما, ما, ما تقوليش اه انت مش مقتنعه بيها لا تمام فهمت عظيم اوكي تعالوا بقى على الاكزامبل اهو انا لو عاوز ارسم الانرجي باند دياجرام ادي الفي بي اي ادي الجزء اللي انتوا جبتوه اللي هو 0.328 اسف هنا اهو ده وهنا اللي هي المعادله الثانيه اللي هي 0.0467 طبعا لو قلت لك البلت ان بوتنشال ما هو الميل في اي كيرف من دول الثلاثه زي بعض يبقى اذا انت مجرد انك من الرسمه دي هتيجي تقول على طول كيو في في بي اي او يعني الفاليو بتاعتك هي عباره عن مجموع الاثنين ودي بالالكترون فولت وصلت؟ وصلت يا دكتور. هو بيقول لك بقى ايه؟ كومبير ذا ريزلت اللي انت جبتها من بي دي منك انت استخدمها من ايكويشن 6 انتوا فاكرين ايكويشن 6 اني ايكويشن اللي هي دي؟ اللي هي كانت تقريبا فيها ال ان اي وال ان دي على ان اي سكويرد اللي هي دي تمام؟ طيب انت عندك ال ان اي وال ان دي ولا اه مديهم لي في السؤال وانت ال ان اي بتاعتك؟ 10 باور 10 والتي اللي هي 300 صح ولا غلط؟ لو جيتوا بقى تحسبوها من دي واضح طبعا هتطلع لكم نفس الفاليو بالملي يعني مش ممكن تطلع حاجتين مختلفين يعني اي سي مجرد انك انت لو عوضتها بدي طلعت لك نفس الفاليو بالظبط ده سيم اس بي واضح دلوقتي؟ تمام يا دكتور. طيب كده بقى انا برضو ابتديت اضغط عليك شويه انك تفهم الانرجي مور دايجرام ده ربطته اكتر دلوقتي ولا لا؟ دكتور عندي سؤال قول هو قيمه الكي تي في سؤال ايه كانت ب 0.0259 هي زي كي تي على كيو برضو ب 0.0259 بس واحده انرجي وواحده الثانيه بالجول طب انا امتى اعرف ان انا هستخدمها المره دي انرجي والمره دي بالجول؟ ما انا اسف طيب خليك معايا الموضوع ده لخبطني برضو يا جدع انت استنى بس يعني ما انت استاذ لخبطت نفسك تعال معايا اللي قدامك ده انرجي باند جرام ولا فولتج جرام؟ لا اللي قدامي ده انرجي باند حلو يبقى الفي بي اي اللي هي بالفولتج صح؟ اه
لو قلت لك انا عاوز في بي اي بالانرجي هتبقى هي هي نفس الفولت ولا بس بدل اسمها فولت هتسميها الكترون ايه؟ الكترون فولت. ايه الفرق بقى؟ اسمع كلام انا كل مره بحسبه غلط. ودي بقى مشكلتك انت، انا عامل لك ايه؟ يا ابني اي حاجه بالفولت اما تبقى بالالكترون فولت هي هيها ولا لا؟ ما انا عارف ان هي هيها في الانرجي باند. هي يعني انا اجي اقول لك ايه؟ اقول لك الفي بي اي ده الفولت، الفولت يعني لما تيجي تحسب البوتنشال، لكن هنا انا برسم انرجي ولا فولتج؟ انا بس برسم انرجي. طيب يبقى الفي بي اللي انت حسبتها لو ضربتها في كيو هتبقى هي نفس الفاليو بس اسمها الكترون فولت. ماشي وصلت لسه ان شاء الله. انت ايه اللي مزعلك؟ ازاي يا شباب والله مش انا اللي انا كل مره بحث يعني ساعات يعني ساعات بقسم على كيو ساعات مش بقسم. بص دي واحد، انت هنا بي بي اي دي لو انا اما جيت حسبتها 0.0259 كويس تمام، الفاليو دي بالايه؟ بالفولت بس. بالفولت. لو انا قلت لك انا عاوز دي بدل بالفولت عاوز ارسمها على الانرجي باند دياجرام، هل هترسم لي فولتج على الانرجي باند دياجرام ولا هترسم لي انرجي على الانرجي باند دياجرام؟ لا هرسم انرجي. طيب البي بي اي اللي هي 0.696 فولت تناظر انرجي قد ايه؟ 8.69 اللي هي 1.6. طيب انت حضرتك توصل دي اللي هي كيو فاليو بتاعت الكيو. انت لو كده تبقى جايبها بالجول ولا لا؟ طب لو قلت لك حولها لي الكترون فولت هضرب في القيمه دي. طيب ما انت قسمت مره على قيمه وضربت في قيمه تطلع هي هي ولا تطلع هي هي. خليك معايا يا لين. تعالى انت مين اللي بيتكلم؟ احمد ايمن. هذا طبيعي. تعالى تعالى انت عاوز تقول لي الاي اللي تناظر البيلت ان صح ولا غلط؟ بالظبط. هتقول لي هي عباره عن كيو في الفولتج. تمام. طيب هتروح ضرب لي 1.6 في 10 اس ناقص 19 مضروبه في الفولتج دي اللي هي 0.797 والنتيجه دي تبقى بالايه؟ بالجول المفروض. طيب لو قلت لك انا عاوز الاي بي اي بالالكترون فولت تعمل ايه؟ هقسم على قول هتقسم يعني على الالكترون. بالظبط. طيب اما تقسم دي على 1.6 في 10 اس ناقص 19 تطلع هي نفس القيمه بتاعتك بتاعت الفولت بس بدل اسمها فولت اسمها الكترون. الكترون فولت. انت دي ما خدتش بالك بعد الكوانتم ميكانكس كلها انت كنت بتشتغلها؟ ما خدت بالي بس كل ما انا عارف الكونسبت بس كل شويه بتلخبط يعني. يا ابني هي انت عاوزها بالفولت ولا بالالكترون فولت؟ يعني اما اكون برسم انرجي باند دياجرام هحط فولت على انرجي ولا هحط انرجي على انرجي؟ الكيرف اسمه يعني انت بسمي انرجي باند دياجرام حتى باين اهي انرجي. يبقى كل الارقام الموجوده موجوده بايه؟ بالجول او بالالكترون فولت. بالالكترون فولت صح ولا ماشي؟ تمام. يبقى لو انت عندك فولتج في بي اي ب 0.796 اوكي ده بالفولت، لو قلت لك انا عاوزك تحطها على الانرجي باند دياجرام هل هتحطها لي كفولتج ولا هتحطها لي كانرجي؟ هحطها لك كانرجي. طب الانرجي هي نفس الفاليو ولا لا؟ هي نفس الفاليو بس اسمها ايه؟ الكترون فولت. الكترون فولت. تمام. وصلت يا دكتور. وصلت. طيب وصلت. انا قلت حاجه والله انا قلت حاجه. انت زعلان ليه؟ ده انا عارف انا وصلت اكيد. يا ابني انتوا اذكياء جدا على حاجه زي كده. هي انت بتلخبط بس نتيجه انك ما بتاخدش بالك. انت هنا شوف حتى انا بقول لك ايه، بقول لك درو ان بص كويس انا كاتب لك ان ايكوليبريم انرجي ايه؟ شايف دي باند دياجرام انرجي يعني مش طبيعي طبعا لما تيجي تحط لي هنا تحط لي فولتج. صح ولا لا؟ صح. وانا حضرتك بتاخد القيمه بس فالكونتين بيطلع واحد. ايوه تمام مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. ماشي.
ده انتوا على فكرة لو الامتحانات مش مالتيبل تشويس ده انتوا كنتوا هتعملوا عمايل في الوحدات. كنا هنروح في داهية. والله لا بالطريقة دي هقولها يعني. طيب انا هعمل لكم حاجات فيها تريكي الوحدات دي والله. لا دكتور يا دكتور كان زي الفل خلينا كده. لا ما هو لازم اشوف الابداعات دي. المهم لا احنا خلينا في الكونسبت، خلينا في الكونسبت يا دكتور. ايوه دلوقتي خلينا في الكونسبت ماشي. خليك ايمن خليك معايا. طيب بعد كده بيقول لك فاين زمين فاين ديبليشن ويتس اللي هو ال W. هل هو طلب ال W كلها ولا في البوث سايد؟ في ان بوث سايدز اوف ذا جنكشن. يبقى معنى هو عاوزك حضرتك طبعا انت هتقدر تجيب ال W الاول، تقدر تجيبها كلها ولا لا؟ اقدر اجيبها كلها من القناه اللي اشتغلت. هو مدي لك البيلت ان ومدي لك الدوبنج صح ولا غلط؟ بالظبط. وبعدين تقدر طبعا تجيب الاكس بي نود والاكس ان نود، تقدر تجيبهم. طيب بصوا كده، عاوزكم تشوفوا الارقام دي كويس جدا، انا حاططها عشان اوريها لكم. بص على الاكس بي نود، خليك معايا يا احمد عين. باين قوي ان الاكس ان نود اكبر. بص كده شايف الاكس بي نود بكام؟ بوينت صغير جدا. او 2 مايكرو صح؟ بالظبط. والثانيه قد ايه؟ 0.455 مايكرو. والتوتال بتاعك كان كام؟ 457. واضح جدا بقى اللي انا بقوله ولا هيحصل الديبليشن اكتر في الان تايب اللي هي المينورتي. مش المينورتي اللي هي اللو دوبينج. اللو دوبينج اي مينورتي دي حاجه تانية. اللي هو عدد القليل، اللي هو عدد اللي هو الدوبينج الدوبينج في حته معينه. وصلت باشمهندسين ليكم كلكم. تمام يا دكتور واضح ماشي. طيب بعد كده بقول لك هنا كالكوليت ذا ان كومبنسيتد تشارج اون ايذر سايد اوف ذا جنكشن. يعني ايه كومبنسيتد ان كومبنسيتد؟ تعالوا بس عشان تفهموه. هو مش انت عندك الدبليشن ريجن فيها تشارج بوزيتيف يمين وتشارج بوزيتيف شمال نيجاتيف شمال؟ هو عاوز القيم دي قد ايه؟ قيمه التشارج. انت عندك الدوبنج ولا ما عندكش؟ عندي الدوبنج. طب ما انت لو ضربت كيو في الدوبنج اديتك التشارج اليمين ولا؟ مظبوط. طب هو التشارج اليمين لازم تساوي التشارج الشمال ولا لا؟ اكيد لازم. اكيد. تعال نشوفها بس معاك. تعال بس واحده واحده. كان والله انتوا بتتخضوا من حاجات اوقات بتبقى خطيره جدا. تعال انا دلوقتي لو طلبت الانكمبنسيتد تشارج اون ايذر سايد، طبعا الطرف اليمين زي الشمال صح ولا غلط؟ طيب انت عندك ان دي دي ايه تعريفها؟ هي تشارج باليونت ايه؟ باليونت اريا. باليونت اريا ولا باليونت فوليوم؟ باليونت فوليوم. انا اسف باليونت فوليوم. طب لو ضربت في اكس نود والاي يبقى انا كده جبت الفوليوم ولا لا؟ مظبوط. طب لو ضربت في قيمه التشارج يبقى جبت التوتال. التوتال تشارج. طبعا التشارج مين زي التشارج؟ شمال. ادي يا ابني. سهله ولا صعبه؟ سهله يا دكتور. ايمان يا دكتور تمام. لا مقتنع بيها ولا لا؟ تمام. ضربنا التشارج في الفوليوم. الفوليوم بتاع يا ما انت تختاري لي يا ال ان اي يبقى تضربيها في الفوليوم بتاع الدبليشن في البي صح ولا لا؟ تمام. طب انت مقتنع بيها دلوقتي يا امان كده؟ شور ان احنا ضربناها في الفوليوم المعاكس يعني؟ لا مش المعاكس. دلوقتي انا لو عندي كده انا عندي كروس سكشن اريا اسمها ايه؟ ايه مثلا؟ معايا ولا يا امان؟ ايوه مع حضرتك. انا عندي هنا دي بتاعي مثلا الاكس بي نوت، وهنا طبعا الدوبنج اللي هو ان اي. يبقى انا لو عاوز اجيب كميه التشارج اللي هنا يبقى انا عندي ان اي دي هضربها في الفوليوم اللي موجوده في التشارج اللي هي اي مضروبه في اكس بي ايه
تمام. طيب كده يبقى انا جبت ايه؟ هل انا كده جبت عدد الاتوم ولا جبت التشارج؟ هو صوت حضرتك بيقطع فانا هو انا مش سامع. ان ايه في الفوليوم ده تجيب عدد الاتوم ولا التشارج بتاعت الاتومز بتاعت الدونر يعني؟ العدد. العدد طب اضربها في ايه؟ في مش كل دونر بتديني تشارج واحده؟ اه طيب ايه بقى دي التشارج جوه البي تايب صح ولا ايوه تمام تمام اوكي. دكتور انا عندي سؤال، هو كلمه uncompensated charge يعني ده اللي احنا ما استخدمناهمش ولا يعني ايه كلمه uncompensated؟ هو انت دلوقتي اما الالكترون مشيت مش ثابتك دونر ليه تشارج؟ اه طيب هل الالكترون موجود عشان تكمبنسيته؟ لا عشان كده هو قاعد لوحده. يبقى دي ساعتها بنسميها ان كومبنسيتد تشارج ده الجزء أو اللي هو بوك الدبليشن ريجون الدونر في الان تايب في الحته المتعريه جوه الدبليشن ريجون يعني. الان كومبنسيتد تشارج ده بيبقى جوه الدبليشن ريجون ولا بره؟ جوه يا ابني. تمام ماشي. يعني انت هتجنني اللي هو بيقول لك كليت ذا ان كومبنسيتد تشارج فين؟ سايت فين؟ الجنكشن. الجنكشن الجنكشن هي الدبليشن ريجون ولا اللي بره الدبليشن ريجون؟ اه الدبليشن ريجون. فهمت؟ فهمت. بعد كده بيقول لك سكيتش مين بقى؟ الرو والالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد. طيب الرو دي اللي هي تشارج دنسيتي. ايوه طبعا. لو هو طلب منك الرو طبعا الرو هنا الكونسنتريشن عالي جدا عشان كده الويتس ايه؟ صغير. اه والمنطقه اللي فيها الدوبنج قليل الويتس ايه؟ كبير. كبيره باينه ولا لا؟ اه وطبعا باين هنا برضو الالكتريك فيد. الالكتريك فيد الماكسيمم بتاع الالكتريك فيد انا حسبته لك اهو يبقى ده الماكسيمم بتاع الالكتريك فيد. وواضح طبعا ان الجزء اللي جوه الان تايب هو الكبير جدا والعرض اللي هو جوه البي تايب فيري ويك. كده وصلت ولا لا؟ مش هنسين؟ خلاص كده حلينا المسألة دي بالكامل على الجزء الأولاني كله. وده ملخص بقى كل السمري بتاع الشغل اللي احنا عملناه. كده بقى احنا نقلنا على البارت الثاني اللي هي البايزنج بقى بتاع البي ان جنكشن. قبل بقى ما اسيب الكلام ده واكمل هنا، هل في حد عنده اي مشكله في البي ان جنكشن الجزء الاولاني ده كله اندر سيرمريك مش هنسين عشان الجزء اللي جاي ده بقى ظريف جدا بس هو ده بقى الشغل كله. جاد يا دكتور مصطفى. اي دكتور تمام. يوسف خالد تمام واضحه يا دكتور كله مظبوط. طيب عظيم كده نخش بقى مع بعض. شوفوا بقى الجزء اللي جاي ده بجد والله العظيم من امتع ما يمكن لو اتفهم وبعدين يتقلب يبقى اغلس ما يمكن فعلا والناس بقى ما بتستحملش الرياضه بتاعته اذا ضربت. فشوفوا بقى انا هنا يعني عاوز نقط كتيرة جدا هوضحها لك. شوفوا انا هاخد معاكو ادي سلايدز ودي التانية ودي التالتة. خلي بالكو مفيش ولا معادلة ودي الرابعة مفيش ولا معادلة يبقى انا مش هشرح حاجة بالمعادلات المرة دي. انتوا الخمسة اربعة سلايدز دول اللي هتفهموهم هم دول اللي انا هعملهم يوم الاربع اللي جاي ان انا هاخد المعادلات بتاعتهم لغايه ما هوصل غايه الايكويشن دي. وكده انا هبقى خلصت الجزء الايديال معاك وبعدين هاخد معاك بقى الريال دايود ودي اخر محاضره لينا في البي ان جانكشن دي هتبقى ان شاء الله يوم الخميس اللي بعده.
وهيتنهي الكورس بتاعك على الجزء ده بالنسبة للدي. وفي بقى الفراكتور، في شوية حاجات تانية كده انا ده نشوفها ساعتها، لكن يعني الميجو انا يمكن اخش شوية في المعادلات النهاردة على حسب، بس انا يعني يهمني انك تفهم الجزء ده. بس على فكرة لو الجزء ده ما ذكرتوش قبل المرة اللي جاية انت هتعمل مشاكل جامدة جدا، ومش هتبقى قادر تفهم المعادلات بتاعتك دي جات لك ازاي. فيعني انا هبقى ماشي معاك، يعني انا يمكن ابتدي معاكوا غايه المعادله دي بس مؤقتا عشان ابلمت لك الموضوع بطريقه مظبوطه. خليكم بقى معايا ان الجزء اللي جاي ده كله بيور فيزيكال مينينج بطريقه واضحه جدا. بصوا بقى، اول حاجه انا عاوز اتكلم معاك كده بقى الاول، لو انا ما عملتش نو بايس، خليكم بس معايا على الرسمة اللي موجودة دي، انا كده عندي بي انجنكشن مرسومة قدامكم بالمنظر ده نو بايس، ادي ده الثيرمال ايكوليبريم. طيب عرفنا ان جوه هيبقى الفولت اللي على الجنكشن هو البيلت ان بوتنشال. هل البيلت ان بوتنشال ده انت هتطلب بطارية من الخارج ولا ده ظهر نتيجة الالكتريك فيلد اللي اتكون؟ مش منسين؟ زعب تكتب ان الالكتريك فيلد اللي اتكون جوه. عظيم. قدامك بقى توصيلتين، توصيله انك انت تزود البيلت ان بوتنشال. طب سؤال، لو واحد زود البيلت ان بوتنشال ده بطريقه ما، الالكتريك فيلد اللي جوه يزيد ولا يقل؟ ها؟ يزيد. يزيد طبعا. اخوانا احنا مش قلنا التكامل بتاع الالكتريك فيلد هيديني البوتنشال؟ مظبوط. طب انا لو زودت البوتنشال يعني زودت الاريا ولا لا؟ طب لو زودت الاريا معناه زودت الالكتريك فيلد، صح ولا غلط؟ صح يا دكتور. يبقى اذا انا هستنتج كده ان انا عندي في توصيلتين، بصوا كده الفرق ايه، مره البطاريه هتبقى واصله بالمنظر ده ومره البطاريه هتبقى واصله بالمنظر. طيب لو البطاريه واصله كده دي معناها ان الجنكشن هيجي عليها البيلت ان مطروح منه الفولت اللي هو اللي انت حطه، وده الفورورد بايس. الريفرس بايس معناها ايه؟ ان البيلت ان اللي موجود جوه، بصوا هنا البيلت ان بيديك هنا الزائد وهنا الناقص، البطاريه دي كمانها زودت البيلت ان، يبقى البي جانكشن مره هيبقى البيلت ان زائد الفولتج الريفرس اللي انت حاطه. يبقى خليكم بس واضحين من الاول وبعدين هنفهم معنى الكلام ده كويس قوي دلوقتي. يبقى اذا انت ممكن توصل البطاريه ان البولاريتي او القطبيه بتاعت البطاريه دي يا اما تضعف البيلت ان تبقى عكسه يا اما تبقى معاه. لو هي ضعفت بنسميها فورورد، لو هي معاه بنسميها ريفرس. هنفهم دي دلوقتي وكل الامور هتبقى واضحه. بس بانت الرسمه دي معناها هي مش منسين؟ تمام يا دكتور. اهي بصوا كده، ادي البولاريتي البوزيتيف هنا وادي البولاريتي النيجاتيف هنا، عشان كده انت كنت بتقولوا ادي اتجاه الالكتريك فيلد. طيب انا لو حطيت بطاريه كده، خلينا ناخد البطاريه دي الاول، ادي البلس وادي الماينس، معنى كده البلس مع البلس والماينس مع الماينس كده، كمان لو كان انك انت ايه الفولتج اللي على الجنكشن زادت بالبطاريه، البطاريه اللي بره دي بتزود لك الفولتج على الجنكشن. لو انت قلبت البطاريه بالنسبه لهنا، دي كانك البطاريه اللي على الجنكشن بتقلل البيلت ان ايه بوتنشال. واضح الفرق بين الفورورد والريفرس بس ولا لسه؟ اه تمام. طيب بس كان عندي فيها سؤال معلش. هو مش الان تايب دي بتبقى مليانه الكترونز، حلو، فبالتالي هي الدوميننت فيها يبقى النيجاتيف مش البوزيتيف، ولا انا بقيسها انه عشان هي نيوترال فبالتالي البوزيتيف؟ بص يا عم بس انت راجل بتتعب نفسك، شوف انت تفكيرك حلزوني، رحت تبص لي على الان طيب والان طيب هعمل فيها. طب ما تفكر بطريقه بسيطه قوي، انا عندي مش البيلت ان فيلد كده، ركز تمام. طيب انا لو حطيت هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف يزود البيلت ان فيلد ده ولا يضعفه؟ هيزود. طيب يبقى الفولتج زاد ولا لا؟ الفولتج زاد. طيب يبقى الفولت بتاع الجنكشن بقى الفي بيلت زائد الفي ار. لا مش بتكلم عن دي، انا بتكلم في الجنب. انظر معايا الله يخليك. حاضر زوده.
طيب لو انا وصلت البطاريه ادي البيلت ان كده واللي انا حاطه من بره كده يعمل ايه؟ هيبقوا عكس بعض فيضعفوا بعض. كويس، انا مش هطالب اي حاجه غير الفولتج دلوقتي. انا سالتك على التشارج ولا غيره؟ لا تمام. يعني انا سالتك على التشارج؟ لا. طيب يلا ما تجاوبش، اسمع كلامي بس دلوقتي. دي واحده السلايد اللي انت عاوزها دي اللي انت بتقوله جاي لك اهي، والسلايد اللي بعدها على طول اللي فيها التشارج كل حاجه. خلاص حاضر. ايوه ما هي عندك عيبك. انا بوريك الاول البوتنشال ليه، عشان البوتنشال ده انت اللي هتحطه من الخارج ولا لا. مظبوط. انت بقى عينك على جوه على طول. طب يا اخي افهم، انت زودت الفيلد ولا نقصت الفيلد الاول؟ دي دي معنى هنشوفه دلوقتي سوا وهتقتنع ليه الفيلد زاد بقى. ما هي ستيب باي ستيب انت هتشوفها صح، بس اصبر معايا. طيب نرجع نكمل مع بعض. ادي الثيرمال ايكوليبريم، انت عندك هنا بعض البوزيتيف تشارج وادي هنا النيجاتيف تشارج، دول الجو ديبليشن ريجون صح؟ خليك انت معايا بقى. حاضر تمام. طيب لو انت عملت الحركه دي في الالكتريك فيلد معين صح ولا غلط؟ مظبوط. طيب لو انت رحت جاي حاطط لي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، ركز كويس، البوزيتيف ده يعمل ايه لمزيد من الالكترون هنا؟ هيقلل الالكترونز اللي هنا، يعني معناها يكبر الدبليشن ويدس ولا يصغرها؟ هيكبر، هيقلل عدد الالكترون فهيقلل الكونسنتريشن فهيزود الويدس. انت المنطقه دي مش كانت منطقه خاليه من الالكترون؟ مظبوط. يبقى ما احط بطاريه كده تساعد المنطقه الخاليه دي انها تكبر ولا تصغر؟ هتزود المنطقه الخاليه. حلو، يعني معناها هتزود لك البوزيتيف تشارج اللي عند الجنكشن. مظبوط. طيب والنيجاتيف الجهه الثانيه هيعمل ايه في الهول؟ نفس الكلام. كويس، يبقى انا لو جيت اتكلم ده البيلت ان اللي انت كنت عارفه وده البوتنشال اللي انت كنت عارفه، ده في حاله الثيرمال ثيرمال ايكوليبريم. كويس، لو انت جيت بقى عملت ريفرس بايس، انت اتفقت ان ريفرس بايس انت هتعمل ايه؟ انت هتحط بوزيتيف هنا، طبعا البوزيتيف ده هيسحب الكترون، يبقى المنطقه اللي هتتعرى دي من الالكترون زادت ولا لا؟ مظبوط زادت. طيب اما يزيد البلس هنا والنيجاتيف هنا، البيلت ان بوتنشال يكبر ولا يصغر؟ البيلت ان بوتنشال هيصغر. ليه؟ هو البيلت ان بوتنشال ده مين اساسا اللي كونه؟ مش التشارج اللي جوه الديبليشن؟ لا هيزيد، هيزيد عشان الكونسنتريشن بتاع التشارج نفسه هيزيد. مظبوط. يبقى ليه الفيلد زاد ولا ما زادش؟ زاد. يبقى حضرتك اما كنت بتبص على التشارج الاول كان فيه هلماضه، بس يعني انت عاوز توصل للتشارج على طول. فهمت بقى زاد لي ولا لا؟ تمام تمام. طب والويتس زاد ولا ما زادش؟ الويتس زاد. الويتس زاد طبعا، يبقى البيلت ان بوتنشال ايه؟ هو كمان زاد. زاد، عشان كده قلنا ان الفي ار اللي انت حطيتها، البطاريه اللي حضرتك حطيتها دي وانت كنت مستعجل قوي عاوز تشوفها على التشارج، البطاريه اللي انت حطيتها دي بقى فعلا هي ايه؟ البطاريه دي سحبت لك الكترون هنا وسحبت لك هول هنا فكبرت الدبليشن ريجون صح ولا غلط؟ تمام مظبوط. كبرت الدبليشن ريجون، زودت الالكتريك فيلد، زودت مين؟ زودت الفي بيلت. البيلت. طيب واضح طبعا ان انا شلت النود من هنا صح ولا غلط؟ لان ده بقى دلوقتي اندر ثيرمال ايكوليبريم. لا عشان حطيت من بره باتري. باتري. طيب لو عملنا الفورورد بقى، تعال انت عندك الكترون هنا صح ولا لا؟ مظبوط. طيب لو جيت ورحت حاطط عليها نيجاتيف، الالكترون دي تحاول تبعد ولا لا؟ هتحاول تبعد صح. طيب يبقى هتعمل ايه في الدبليشن ريجون؟ هتقلله. طيب هو لو حضرتك قللت الدبليشن ريجون، كميه التشارج اللي جوه الدبليشن ريجون سواء بقى من البوزيتيف او النيجاتيف يعني بالنسبه للالكترون هول قلت ولا ما قلتش؟ قلت. طب يبقى الالكتريك فيلد ماله؟ صغر عن الثيرمال ايكوليبريم ولا لا؟ هيصغر كمان صح؟ اهو مش قدامك.
تمام مظبوط. لو قارنت دي بدي صغر ولا ما صغرش؟ صغر. يبقى الالكتر البوتنشال البيلت ان الاريا صغر. تمام. ها تمام مظبوط. طيب انا مش هسيب السلايد دي غير لو الناس كلها اقتنعت بيها واحده واحده. طيب اشوف بس حاجه، تعالوا كده كلكم الاول اللي اقتنع بيها من اول مره وفهم ارفع ايدك، خليك رافع ايدك بس عشان اشوف عددكم. اوكي طيب نمسك بقى الناس اللي هي ما رفعتش، خليك رافع ايدك بفضلك عشان بس انا بناقشكم كله. في محمد بس انا مش باين عليا الاسم، محمد انت رفعت ايدك بقى يعني خلاص كلكم رفعتوا ايديكم، ده ولا واحد. ايمان واضحه؟ ايمان اه يا دوب. شور واضحه؟ اه تمام. طيب كويس خلاص والله، اصل انا متوقع. ها اللي كان بقى بيسالني على التشارج في الاول واضح دلوقتي ولا لا يا باشمهندس؟ تمام اه يا دوب. اوكي كده انت اقتنعت بيها صح؟ تمام مظبوط. اوكي انت اسمك ايه بقى؟ جون. جون تعالى بقى معايا جون عشان اسالك سؤال مهم وانا هسيبك كده لله يعني. طيب بص تعالى، ده الثيرمال ايكوليبريم صح؟ مظبوط. طب بص كده الثيرمال ايكوليبريم الالكتريك فيل ده كان مؤفلك الماجوريتي ولا لا؟ كان ايه معلش؟ موقف الماجوريتي. ليه؟ بص هنا خليك معايا، انت فاكر احنا قلنا البيلت ان مش بيوقف الديفيوجن؟ مظبوط. اه طيب بص انت عندك الان في الان نود عددهم كبير جدا ولا؟ مظبوط. طب ليه مش قادرين يعدوا الجهه الثانيه؟ بسبب انه في في بيلت ان اللي هو الالكتريك فيد اللي موجود ده. مظبوط. طيب والالكتريك فيد ده عامل ايه هنا؟ موقف مين برضو؟ موقف برضك الهولز اللي الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه. طيب فكر معايا، لو انت زودت الفيلد ده قوي، تعالوا بس على حاجه كده صغيره او بلاش، لو انت ضعفت الفيلد ده في الاول يعني خليت الفيلد اقل، اللي كانوا واقفين دول يقدر يعدي منهم جزء ولا لا؟ هيعدي منهم جزء، فبالتالي الان انت هتقل شويه والبي بي نوت هتقل شويه. يعني هنشوف تقل شويه دي بقى تبقى لحاجات كتيره، بس المهم لا انت يعني اللي موقف الماجوريتي هو الالكتريك فيد، فلو انت ضعفت الالكتريك فيد جزء من الماجوريتي ده يقدر يعدي ولا لا؟ مظبوط. اه طيب بصوا كده، هل الرسمه دي تبقى واضحه كده بالنسبه لك؟ بص انا عملت ايه، شايف الالكتريك فيد هنا زاد كان عالي، الالكتريك فيد هنا قل ولا لا؟ تمام مظبوط. عشان البيلت ان بقى مطروح منه الفي فورورد صح ولا لا؟ صح تمام. طيب يبقى شويه ان قدروا يعدوا الجهه الثانيه وشوية بي قدروا يعدوا الجهة التانية صح ولا غلط؟ مظبوطة. طيب هي الالكترون لو عدت والهول لو عدت انا اشعر ان في كارنت ولا لا؟ مظبوط صح. يبقى الفورورد بايس هشعر بكارنت ولا مش هشعر؟ هشعر او بكارنت. بس هل هشعر بكارنت ضعيف ولا قوي؟ كارنت قوي. لا هيكون كارنت ضعيف. ليه؟ لانه هيبقى في عكس الاتجاه الثاني وممكن كمان الكرنت يبقى يعني وقت. في عكس الثاني. تعالى 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 ده كوارث. تعالى انت يا جون انت ان المره اللي فاتت كنت هشيل منك السبعه باين صح؟ تمام دلوقتي 17 بحد. تعالى يا جون يا فندم، هو الالكترون لو عدت الجهه الثانيه ركز، مش دي الكترون؟ تمام. لو عدت الالكترون دي مشيت الجهه الثانيه الكرنت بتاع الالكترون ده هيبقى فاني دايركشن، هيبقى الناحية التانية. يبقى ده كده اسمه جي ان صح ولا لأ؟ تمام مظبوط. طب لو الهول دي عدت الجهة التانية مش شايف الهول دي؟ هيبقى في نفس اتجاه جي ان. اه يبقى ايه بقى اللي انت قلته ده؟ لا تمام تمام اتلخبط. اي تخريف. تمام تمام. يبقى خلي بالك بقى انت هنا اولا كمان عاوز اسألك سؤال، هو اللي عدى ده ماجوريتي ولا ماينوريتي؟ بص كده يعني اللي عدالك من الان وراح للبي ده الماجوريتي بتاع الان ولا لا؟ الماجوريتي بتاع الان والناحيه الثانيه الماجوريتي بتاع البي. كويس، ده انت بتعدي الماجوريتي كارير ولا الماينوريتي كارير؟ لا الماجوريتي بس. طيب يبقى انت ما تعدي الماجوريتي يبقى الكرنت هيبقى عالي ولا قليل؟ هيبقى عالي. تمام.
عادي. طيب اسالك سؤال بقى، خليك معايا. لو عملت مور ريفرس بايس، ركز معايا، مور ايه؟ مور ريفرس. اه دلوقتي بص، تخيل الكتريك فيلد موقف الجهابذ الكبار دول، صح ولا غلط؟ مظبوط. طب انت لو زودته اكتر يقدروا يعدوا؟ ده بالعكس هبعدهم اكتر. يعني اذا مش هيعدوا الماجوريتي. مظبوط. اه طب بص كده ايه اللي هيحصل، بص على الرسمه دي، ركز كويس قوي فيها. الرسمه دي على فكره السطحه دي والله مليون جنيه، مش بهزر، عمرك كله في الديفايسز هتبقى بصفحه لو فهمتها والله كله. انا يعني عندي لغايه الساعه 12 معاكم، انا لو دي اقتنعتوا بيها انتهت. طيب واحده واحده معايا، انت زودت الالكتريك فيلد صح؟ مظبوط. الالكتريك فيلد منع دول لا يمكن هيتحرك، صح ولا لا؟ تمام. لكن الماينوريتي الغلابه دول شايفهم؟ تمام. الفيلد ده لو قوى يقدر يزقهم الجهه الثانيه ولا لا؟ هيرجعهم ورا صح؟ يوديهم الجهه الثانيه. مظبوط. يبقى هينقل البي بتاعتك الجهه الثانيه صح ولا لا؟ تمام. هينقل دول، وهينقل الان فين؟ عند ال... لا ثانيه انا تهت هنا معلش. ها؟ دلوقتي خلاص، هل في حركه للماجوريتي؟ لا لا تمام، الماجوريتي ثابتين خلاص، ان الفيلد اللي موقفهم ده زاد. لكن تعال للماينوريتي، انت كان عندك شويه ماينوريتي تعبانين قوي هنا شايفهم؟ تمام. اه وشويه ماينوريتي تعبانين الجهه الثانيه. مظبوط. طب الفيلد اللي زاد ده ممكن يعمل ايه في الماينوريتي؟ بص الماينوريتي هنا بي ولا لا؟ تمام. طب هو لو في فيلد قوي هيعمل ايه في البي؟ هيساعدها ان هي تدخل الناحيه الثانيه. حلو، بس اللي نقلهم ده يبقى هو نقل الفيلد، نقل البي دلوقتي صح؟ مظبوط. اه بس البي دي ماجوريتي ولا ماينوريتي؟ البي دي ماينوريتي. يبقى هيبقى في كرنت، بس كرنت ايه؟ هيبقى كرنت ضعيف. اه جدا، ان ده انت بتنقل الماينوريتي. طيب الفيلد ده نفسه يعمل ايه مع الان دي؟ نفس النظام، يعني الناحيه الثانيه بكرنت ضعيف. اه حلو جدا. ها الكرنت في نفس الاتجاه ولا عكس بعض؟ البي هيعمل كرنت. لو بي عدى كده يبقى الكرنت في نفس الدايركشن ولا لا؟ هيبقى في نفس الدايركشن الاثنين. اه يبقى انت برضه عندك مجموعين مع بعض صح ولا غلط؟ مظبوط. اه بس السؤال، هل دول بقى ماينوريتي ولا ماجوريتي؟ لا ماينوريتي. يبقى الريفرس بايس فيها كرنت ولا ما فيهاش؟ فيها كرنت بس هيكون ضعيف جدا. والفورورد في كرنت بس قوي. ليه؟ انك بتنقل مين؟ بنقل الماجوريتي كاريرز. الماجوريتي. دلوقتي طب نرجع للجروب، معلش انا اللي ته عيني عليا وهرجع لكم والله ما هسيبكم ابدا. ما انتوا في الاخر كلكم هتبقوا مبسوطين قوي باللعبه ده، بس جدا كده ابتديت احس بالديفايس والله. اللي منكم لقطها من اول مره ارفع ايدك. دكتور انا مش فاهم حته الماينوريتي اللي في الاخر اللي الالكتريك فيه. ماشي ماشي خديني على قد عقلي ولا يهمك، قولي لا زعلان ليه ولا يهمك. بيقول والله انا هوضح لكم الدنيا كلها دلوقتي وهرجع لك. طب ايمان خليك انت معايا. ايمان مع حضرتك، خليكي معايا عشان انا بقى السلايدز دي. طيب سيبكم نزلوا ايديكم دلوقتي يا اولاد عشان انا هطلبهم منكم مره ثانيه. طب بصي يا ايمان، انا هلعب معاكي بسلايز ثانيه كويس، خليك انت بس معايا. بصي انا حاسبني من دول وهرجع لك على حاجه بسيطه قوي. بصي كده يا ايمان، ده مش الثيرمال ايكوليبريم؟ ليه؟ ان الفيرمي ليفل متصل ولا اه؟ بالظبط. ركزي بس معايا في اللي انا هقوله ده. كل الالكترونز دي اللي موقفها البارير ده صح ولا لا؟ اه
يبقى هي قادره تعدي ولا الالكتريك فيلد البارير موقفه؟ موقفه. كويس، ده يقدر يعدي البارير ولا لا؟ اه عشان تمام. طيب وخلي بالك، يبقى الماجوريتي الوحيد اللي قادر يعدي هو اللي فوق ده، صح ولا غلط؟ اه. طيب بصي في جهه البي، ده ماينوريتي ولا لا؟ اه ماينوريتي. طيب لو الماجوريتي ده اتحرك يمين والماينوريتي الثاني اتحرك عكسه، النت كارنت بكام؟ زيرو. بزيرو، يبقى هل انا عندي توتال كارنت ولا التوتال كارنت واقف بتاع الالكترون؟ اه زيرو. حلو، طيب بصي على الهول، كل الهول دول شايفاهم؟ اه مش هيعرف يعدوا. مش هيعرف، ده يقدر يعدي اللي تحت ده ولا لا؟ اه يقدر يعدي. هيقدر، ان هو الانرجي بتاعته اعلى، صح ولا لا، من البارير؟ ايوه. طيب لكن ده نتيجه الالكتريك فيلد، ده هيعدي الجهه الثانيه ولا لا؟ اللي هو الماينوريتي اه هيعدي. حلو، يبقى خلي بالك كده، بصي بس على السيرمال ايكوليبريم، هل السيرمال ايكوليبريم في اي نوع من الكرنت؟ لا كله زيرو. ليه بقى؟ ان الماجوريتي معظمه واقف، اللي عدى حاجه بسيطه جدا لشاهم اللي كانوا بيعكسوا عكسهم، عشان كده بنقول ايه؟ ان احنا عندنا اي بروسيس في السيرمال ايكوليبريم عكسها، يبقى انت فهمتي كده دلوقتي ان التوتال كرنت بكام في السيرمال ايكوليبريم فعلا؟ زيرو. بزيرو، طب بص يا ستي، لو انا جيت قلت لك بقى يبقى هنا نو كرنت، صح ولا لا؟ اه. طيب لو انا بقى ضعفت الالكتريك فيلد، ايه رايك لو عملت كده؟ بص كويس بقى، انا ضعفت الفيلد هنا ولا لا؟ اه البندنج قل فهيعدوا. حلو، هيعدوا كميه ماجوريتي كبيره الجهه الثانيه. تمام. نو يبقى في نت كرنت ولا لا؟ في. ليه؟ انك عندك في مثلا سبعه هيعدوا واحد جاي عكسهم، النت في سبعه عنده، سته عنده، صح ولا لا؟ اه. طب وبالنسبه للهول؟ الهول هتعدي برضو. هتعدي برضو، يبقى سؤال، انا هنا التوتال كرنت الاثنين في نفس الاتجاه ولا لا؟ اه في نفس الاتجاه. وسؤال، ده لارج كرنت ولا ويك كرنت؟ لا كبير، عشان ايه؟ عشان الماجوريتي هي اللي بتعدي. معايا؟ اه مع حضرتك. طيب ايه رايك نعمل ريفرس؟ بص كده، مش ده الريفرس بايس؟ اه بيندنج زيرو. كبرت الالكتريك فيلد اللي موجود، صح ولا غلط؟ اه تمام. هل الماجوريتي دول اي واحد منهم قادر يعدي؟ لا. مين الوحيد اللي قادر يعدي من الخضر؟ الماينوريتي اللي هو اللي فوق خالص، صح؟ اه. طيب ومن الهول، هل الهول كلهم، هل دول كلهم حد منهم يجرؤ انه يعدي؟ لا. مين الوحيد اللي هيعدي؟ الالكترون اللي هو الماينوريتي. الهول قصدي. الهول اللي تحت. طيب لو زودت الريفرس اكتر، عمال ازود الفولت اكتر، هم اللي هيعدوا الاثنين الغلابه دول ولا لا؟ اه هم. يبقى في الريفرس بايس في كرنت ولا مفيش؟ في بس ضعيف. ضعيف جدا. والفورورد بايس؟ في بس اعلى. طيب نرجع تاني بقى للي احنا كنا بنقوله هنا، واضح ولا ما واضحش بقى؟ اه تمام، شكرا جدا يا دكتور. لا فهمتيها بجد؟ اه بجد فهمتها تمام. طيب انا بقى هختار واحد. مين اللي اخد بونص امبارح؟ دخلش النهارده محمد؟ ممكن اسمه عمرو يا دكتور بس ما دخلش النهارده. ماشي طيب، مين يحب؟ انا حاسس السؤال اللي هيجاوبه صح هديله بونص برضه. سؤال تاني مع حضرتك. تمام، بس انا مع حضرتك. مع حضرتك. مين انت؟ احمد ايمن. احمد، احمد خلينا كويسين مع بعض، مفيش داعي. فيهاش نقصان دي يا دكتور، يا بونص يا ما فيش. لا لا مش انا، مش انا قصدي، بس اسمع بقى كويس، انا هقول لك عباره تقول هي صح ولا غلط، ولو جبتها صح بجد والله يا ايمن انت شاطر قوي. ماشي يا دكتور. بص بقى هسألك السؤال الآتي، بس كلك تقول ترو أو فولس وبعدين تفسره. بقول لك فورورد بايس، ركز كده، بقول فورورد إيه؟
bias. Bias. And the reverse bias. يعني كل من الاثنين controlled by diffusion. كلمة دي صح ولا غلط؟ أعليها لك تاني. Forward bias and reverse bias. The current controlled by diffusion. أو أنا بصراحة شايفها ماشي true. ليه؟ عشان هي يا دكتور بتبقى ليها علاقة بالconcentration. لو هو بيبقى زايد في حتة فالاتجاه بيروح الناحية التانية وبيزيد أكتر. طيب ده في الفورورد. اه طب والريفيرس؟ الريفيرس لا في الريفيرس لا الريفيرس لا. مصطفى الناس بقى دي بتجيب درجات تعالى. ايه يا دكتور العباره دي صح ولا غلط؟ ده كده هتبقى غلط رايك كده؟ ما عشان في الريفيرس هيبقى الالكتريك فيلد هو اللي بيأثر. يعني يبقى العبارة غلط ان المفروض اقول drift في الريفرس. drift مش التعاوزين كده؟ اه الريفرس يبقى drift. كلكو طب نشوف رأي اللي موافق على رأي مصطفى ورأي الأغلبية ارفع لي ده. بص ما انتوا يا يا لا دكتور انا شايف انها diffusion الاثنين. اه وانا مع احمد ان diffusion. أنا مع أحمد في النقطة دي. نعم؟ أنا مع أحمد في نقطة الديفيوجن. والباقي فين؟ طب اللي أنا موافق إن الاثنين ديفيوجن. ارفع إيد. أوكي، واللي موافق إن واحدة ديفيوجن والتانية دريفت. ارفع إيد. وهيبقى في ناس اللي رفعت ايديها كده ولا كده. طيب اقول لكم انا بقى التريكي، بس خلي بالك منها بقى انها تريكي ظريفه جدا. شوف بقى الاثنين كنترول باي ديفيوجن. استنى بس معايا عشان ما تتخضوش. بس انا بعد ما اشرح الكلام ده انا بجد يعني انا سعيد قوي ان قدرت اوصل معاكم ان المناقشه بقت بالاسلوب ده. اولا ليه الاثنين بقى controlled by diffusion؟ ركز معي. طبعا انت عندك بكل تأكيد اما انت عديت الجهة التانية الكمية اللي عدت هتمشي by diffusion. انت مقتنعين يعني احنا مش مختلفين على مين؟ الفورورد. طب بص كويس ركز بقى. طيب هو انت الالكتريك فيلد ده عمل ايه؟ نقل لك شو الماينوريتي دول غلابة ولا لا؟ ركز معي بس تعبانين عددهم قليل قوي صح ولا لا؟ تمام. اه بس الالكتريك فيلد ده القوي ده خلى الغلابه دول عند الايدج ده والايدج ده ضعفوا اكتر ولا لا؟ تمام. اه طيب الماينوريتي جوه هنا اعلى من عند الايدج ولا لا؟ بصوا كده الماينوريتي هنا والماينوريتي هنا مين اعلى؟ اه ايوه الاثنين تعبانين الاثنين ماينوريتي بس اقوى فين؟ اقوى في النيوترال ريجن ولا لا؟ طب يبقى هو هيمشي من النيوترال ريجن غايه الايدج ده بالديفيوجن ولا بالدريفت؟ ده بالديفيوجن وبعدين يعدي بالايه؟ بالدريفت. طيب يبقى الكميه اللي هتوصل عند الايدج جايه من الديفيوجن ولا لا؟ جايه من الديفيوجن. يبقى هو كنترولد باي ايه؟ باي ديفيوجن. في الاثنين بس مره بالديفيوجن ماجوريتي ومره هو حقيقي. بص الالكتريك فيلد اللي جوه ده وظيفته ده صاحب نقل ده اي حاجه هياخدها يروح ناقلها لك من اليمين للشمال هو ملوش دعوه هو بينقلها وخلاص لكن هو سؤال هيجي له بايه؟ هيجي عند الايدج بايه؟ هيجي عند الايدج باي ديفيوجن وبعدين يعدي يبقى هي في النهايه كنترول فورورد او ريفرس بايه؟ بالديفيوجن يا دكتور بالديفيوجن. طب لا يطعف عند الايدج نفسه يا دكتور مش الالكتريك فيلد؟ نعم يعني اللي سبب اختلاف في الكونسنتريشن مش هو الالكتريك فيلد؟ ما هو الالكتريك فيلد ده السحب اللي عند الايدج صح ولا لا؟ اه طب الايدج قل صح ولا لا؟
اه تمام. طيب هيديله بقى تاني عشان يفضل يعدوا بايه؟ بظاهره ايه؟ هو هيعدوا بظاهره الدريفت. هم هيعدوا بظاهره الدريفت. ايوه. طب عدى اول جروب هيجيله تاني ولا مش هيجيله؟ ما معنى لو ما جالوش تاني الكرنت يقف ولا لا؟ اه هيقف، بس هو هيجيله طيب. تاني هيجيله تاني بظاهره ايه بقى؟ الديفيوجن. يبقى هي كنترول بمين؟ بالديفيوجن. بالديفيوجن. انت بص ده راجل محترم جدا، اي حاجه هتوصل له ينقلها. المهم اللي هينقل له اللي هيوصل له ده هيجي له ظاهره مين؟ يعني هيوصل له عشان ينقله بظاهره ايه؟ الديفيوجن. يبقى الديفيوجن هو الكنترول في كلا الاثنين. اه انا فاهم دي حضرتك، انا بس انا قصدي ان يعني خلي بالك انا سؤالي كان واضح، انا ما قلتلكش الكرنت مشي بالدريفت ولا الديفيوجن. لا انا فاهم، انا فاهم الكرنت. ايوه انا قلت لك الكرنت كنترولد باي. اه تمام. طب دكتور هو كده في الحته برضه اللي في الفورورد في النص برضه تمشي بالدريفت نتيجه ان في الكتريك فيلد صح؟ في الكتريك فيلد. ايوه صحيح، ما هو الكتريك فيلد ده يزق لك اي حاجه معاه، لكن سبب انتقاله هو الديفيوجن ولا الاساسي؟ اه سبب الانتقال في الحاجتين الديفيوجن. تمام. مفيش ربع درجه طايره ليا حتى. طب بذمتك انت ازاي ربع درجه؟ ده انت تراجعت على كلامك الاول. انا هبت الاجابه صح يا دكتور. انا هبت الاجابه صح الاول، واول ما ناقشتك قلت لا تبقى غلط. دي ربع درجه ما تزعلش، هي جت على الربع يعني. ماشي، وصلت يا اولاد فهمتوها ولا لا من فضلك؟ اه يا دكتور شكرا جدا. اه بجد والله. بصوا انت دلوقتي بجد والله انا ما بهزر، اهم بارت انت ابتديت تربط الفيزيكس ازاي بتتحرك يا اولاد. الناس كلها واخده الجزء ده معادلات صم ديب معادلات وخلاص، اجي تيجي تقول له اي فهم مفيش، عشان كده بقى ما يجي يفهم الترانزستور. طيب ما انت دلوقتي ايه؟ انت دي بي ان جانكشن سهله، اما يجي بقى الترانزستور يبقى ان بي ان، طبعا تلاقي بقى خلاص العمليه عنده ضربت وانه مش قادر يفهم الديفايس، مش قادر يفهم الديفايس، مش متخيل الديفايس اتحرك ازاي. لكن طبعا انت دلوقتي بقى هل حسيته بقى ليه كان الترتيب بتاعنا احنا اخذنا الدريفت وبعدين الديفيوجن وبعدين نقلنا على الاينشتاين ريليشن وبعدين ليه جينا على البوزونز ايكويشن؟ كل ده اتمهد لك لغايه ما انت وصلت للبارت ده. انا بس يعني بجد اللي منكم فين بقى المحاضره دي 100% لغايه كده ارفع ايدك. ايمان انت فاهمها كويس؟ ايمان اوكي طيب. بس انا عندي سؤال. قول. هو المنطقه هو هيتحرك من قبل النيوترال ولا هو اصلا في الموبايل تشارجز؟ مش فاهم انت تقصد ايه. يعني المينوريتي لما يجي يتحرك في الاول بالديفيوجن هو المفروض قبل سحبتيه عند الايدج صح ولا غلط؟ بصي دلوقتي انت قللت الكونسنتريشن ده عند الايدج ولا بصي هنا على النقطه اللي فيها السهم شايفاها؟ باشمهندس؟ اه دي الايدج اللي ايوه دي قلت نتيجه الالكتريك فيلد ذات صح سحبها سحب هول سحب الهول ده وداها لك الجهه الثانيه تمام. دي باي دريفت ولا لا؟ سحبها بايه؟ دي باي دريفت كويس. طب ده مش هيجي واحد مكانه؟ اه هيجي واحد مكانه هيجي بقى من الحته التعبانه من القدام صح؟ ايه بقى؟ من بي ان نود دي بي ان دي بوسطه ايه؟ الديفيوجن من ال اه تمام وصلت؟ اه تمام من الحاجات القديمه تمام. طيب اخر سؤال هساله لو واحد منكم شاطر جوه برضه هياخد بونص، بس انا بقى المره دي اللي هختاره معلش عشان في ناس كده. عبد الله يعني ما انت قدامك اهو صورتك يا قدامي بروح لك. عبد الرحمن سوري عبد الرحمن مع حضرتك يا دكتور تعالى اتفضل بس صورتك ركز عبد الله ماشي عبد الله ولا عبد الرحمن لا في واحد هنا صورته عبد الرحمن اللي هو لا عبد الله لا عبد الرحمن ابراهيم
عبد الرحمن ابراهيم. انا عاوز بس ادخل ناس معانا شويه يعني عمرو المره اللي فاتت كان موجود معانا، مصطفى دايما بيشارك، عبد الرحمن ابراهيم بيقولك يا دكتور المايك عنده فيه مشكله. نعم المايك عنده فيه مشكله. طيب خلاص انا هاخد حد تاني. جون هو بيشوي ما دخلش النهارده. طيب انا جون يا دكتور جون جون سد معاك دلوقتي. لا جون خلاص شون بقى المفروض يروح يعيد يعني كفايه كده عزمناه والله هديكم معايا. انا والله بس انا اصلي يعني في ناس انا على فكره مره عاوزكم في الكليه بجد. انا يعني من اول ترم اللي فات انا ما اعرفكمش يعني في ناس كتير. انا نفسي اشوف حضرتك دكتور. انا شايف حضرتك والله عايزين هذا المره الوحيده كانت ساعه المتر. انت بتروح السبت؟ يا دكتور بروح السبت. انا يوم السبت ان شاء الله بيبقى عندي في معمل فاكرين معمل اللي كنت بتاخده فيه فيزيكس في فريشمنت. الكتريستي صح اللي هو اللي كنت بتاخده فيه الكتريستي والفايبريشن معمل. انا عندي الحصه الاولى فيه والله حد بابا من 8 ل 10. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. لو حد منكم يعني اظن يعني انا فعلا قعدت ما يعني فعلا مش عارف حد فيكم غايه حتى يوم يعني المراقبه. انا راقبت على ناس منكم بس طبعا عدد برضو قليل قوي اللي انا عرفتهم يعني. يعني يمكن عارفكم من الصور كده لكن في كتير منكم مش حاطط حتى الصوره يعني. عامه يعني انا موجود لو حد منكم حب يفوت عليا وكده. طيب السؤال بقى اللي هساله لك اخيرا كده، مور دوبينج، خلي بالك مور دوبي لس ميز لس ريفرس بايس كارت، ده صح ولا غلط؟ نقولها تاني، مور دوبينج كونسنتريشن، كل ما زودت الدوبينج كونسنتريشن less reverse cut. مظبوط اعتقد صح يا دكتور. مظبوط يا جماعه ما هي عم جيب العقل بس شويه صح. طيب تعالوا معايا، هو حضرتك كل ما تزود الدوبينج بتزود ان ان نود دي وبي بي نود ولا لا؟ مظبوط. طب انت كل ما تزود الماجوريتي هتعمل ايه في الماينوريتي دول؟ بقلل الماينوريتي جدا. طيب لو انت بدل ما افرض ده بدل ما بقى كده مثلا بقى عامل كده الديفيوجن قل ولا قل؟ الديفيوجن قل اكيد. يبقى كل ما سيادتك تزود الدوبل تعمل ايه في الريفرس بايس كارن؟ بموته يا طار. نعم هتموته. يبقى سؤال، لو واحد منكم جه في ابلكيشن بقى يقول لك انا عاوز دايود الريفرس بتاعه تقريبا الكارت مهمه، اما يجيب من الداتا شيت يجيب دايود عادي ولا دايود الدوبنج بتاعه عالي قوي؟ عالي قوي. بس والله طبعا. طب كم واحد منكم لقطه دلوقتي؟ انا هلعب معاكم كده شويه لغايه ما اصحصحكم يعني. طيب ده كويس جدا يعني انتوا معظمكم لقطه خلاص كويس جدا. اوكي شوفوا احنا كل اللي عملناه النهارده ده وفهمتوا الفورورد والريفيرس وكل ده بدون معادله واحده صح ولا غلط؟ يا دكتور خلاص. كل بقى اللي احنا قلناه ده عاوزين المره اللي جايه نخلصه تماما. انا هدعوكم لحاجه صغيره معلش، اللي منكم عاوز يعملها يعملها، اللي مش عاوز يعملها هو حر طبعا. بصوا انا عاوزكم تقروا لغايه سلايد اللي هي اللي احنا مخلصينها دي دلوقتي، وكمل كمان من فضلك لغايه ما توصل لايكويشن اللي هي 29 او 30. لو قدرتوا انا هنا بقى هقول لكم انا نفسي فيه. انتوا دلوقتي ابتديتوا تفهموا الحاجه الفيزيكالي، انا نفسي الرابطه ما بين الفهم الفيزيكالي وانا احولها لايكويشن تبتدي تنمو عنكم. بكل تاكيد انا هشرحها لك، بس وانا بشرحك انا وانا بشرحها لك برضو انا اللي بوجهك، انا نفسي تتعود تقرا حاجه وتفهمها لوحدك. لو النقطه دي يعني عملنا لها كرييشن جواكم
هتبقى سهله بعد كده، اي حاجه مش هتفهمها هتفتح ريفرنس وتقراها. في ناس كتيره جدا بتوصل لغايه بكالوريوس ولاد، لو سبت له حاجه يقراها من ريفرنس ما يفهمهاش، هو لازم واحد يقعد يشرح له الحاجه. ده انا شفتها غايه ناس مهندسين معانا في الشركه، في ناس عندهم من قدرتهم كده انك تدي له داتا شيت ولا حاجه يطلع منها معلومات يدور على النت يفهم لوحده، وفي واحد عاوزك تفضل تزقه على طول. طبعا ده بعد فتره يعني بيتنطط في التيم وبيكبر، والتاني بيبقى محل اكثر. فانا برضو خلي بالكوا النقطه دي ما بتجيش من فراغ. يعني انت النهارده انتوا فهمتوا كل الفيزيكال مين، طيب حاولوا بقى انك تمسكوا المعادلات دي وتعملوها. انا هعملها، انا مش معنى ان انا كده ان انا هحسبها لك، لا انا هعيدها واعيدها بالتفصيل. وفي حتت بقى مش هتتفهم وانا متاكد صغيره هعيدها لك، ودي بقى اللي ساعتها هتستوعبها كويس قوي. بس حاولوا انكم تكملوا الجزء ده لغايه المعادله 30 اللي موجوده عندك، و انا هعمل الجزء ده المره الجايه ان شاء الله. ماشي يا ولاد؟ تمام يا دكتور. حاولوا تعملوا، حاولوا بجد. يعني انا عايزني ان كنتوا تحاولوا تعملوا الجزء ده لوحدكم، اهو ده تدريب ليك برضو بقى. هل انت اما تمسك شويه معادلات لوحدك كده تقدر تطلع منها المعلومات ولا لا؟ اوكي كده انا خلصت. عاوزين من اي حاجه؟ شكرا يا دكتور. بالنسبه للزون وبدنا يعني مسلمين بقى، كل سنه وانتم طيبين، يكون عيد سعيد عليكم كده ان شاء الله، واشوفكم يوم الثلاث باذن الله، يوم الاربعاء. الاربعاء هو دكتور المحاضرات اللي هتتلغي، مش الثلاث، مش الاربعاء والخميس اللي جايين، لا اللي بعده. اللي بعده تمام. لا مش يا دكتور، بص يا باشمهندس والله العظيم انا بص، انا ما بديك محاضره زياده، انا ما بديلكش كورس زياده، افهم يا دكتور. انا بسال بس. اه والله لا انا بسال عن الميعاد. لا انا هقولك ليه بس، انا مش عاوز الغي لسبب. انا لو قلل، لو انا اديت الاجازات كلها هضغطك، والناس كلها هتضغطك في الاسبوعين الجايين دول. طبعا الناس كانت مريحه وفاكره امتحاناتهم يوم 14 يوم 11، اكتشفوا كلهم يوم 30، هيوقفوا قبلها باسبوع. كل الناس هتيجي تروح ضغطك وجاريه بيك في الفتره اللي جايه. فانا حقيقه يعني شفت ان الفيزيكال مينينج انك تفهمه بالراحه كده ده مهم الحلو، فعشان كده ده السبب. لكن انا والله يعني انا النهارده لو عليا والله لولا ضغطه الايام انا كنت سبت الخميس النهارده، لان الولاد المسكين عندهم مناسبه في الكنيسه. بس انا الحقيقه مش قادر والله، يعني انا فاهم مش قادر. يعني اخدت الخميس ده وانا عارف ان ده يمكن يضايقهم شويه، بس انا فعلا الوقت ضايق جدا. وهم اللي عملوه ده اصلا، انا عارف برضو بعض الزملاء بيعملوا ايه. هو بعض الزملاء هيطلب منك الاساينمنت والكويزز وكل حاجه في الوضع، ولا هياخد باله ولا هيبص ان كل الناس هتعمل كده في نفس الوقت. عشان كده يعني الريت بتاعنا هيبقى ماشي طبيعي، ولو جزء ما قدرناش نخلصه انا هلغيه، لكن مش هضغطكم الضغطه دي، ما تخافوش. انا هبقى ماشي بنفس الريت ده لغايه اخر الجزء اللي موجود، واللي مش هيجي حلو ما تقلقش. انا عندي سؤال يا دكتور. هو ممكن اللي هي درجات بتاعه الاكتيفيتيز اللي هي بتبقى 20 درجه للكويز، هو احنا عملنا واحد اوريدي ب 10 درجات، هو ممكن الثاني يبقى اساينمنت يا دكتور؟ لان كده يبقى درجات كتيره قوي على معايا. بس باشمهندس بالعقل، انا هقرا 600 اساينمنت ازاي انا او ده؟ هي دي برضو هي دي المشكله الكبيره يا ابني. ما هي برضو دكتور في الكويز. لا الكويز اصلا ممكن اعمله يتصلح اوتوماتيك. لا هي مش دي كده. انا ما تشوف A و B و C و D، ده انا بصلح الورقه في ثانيه. بس دكتور 20 درجه و20 ميد ترم و40، يعني احنا درجات عملنا كلها. انا هعمل لكم كويز ثاني، اسمعني، انا هعمل كويز ثاني. ايوه طبعا هعمل كويز ثاني، وبعدين حاسب لكم. انا عندي هحط لكم الدرجه ليكم كلكم 5 بلس، افضل من انا اعمل اساينمنت وحاجات انا ما اقدرش اقراها. يا باشمهندس انتوا بجد بص عليه، هقول لك على حاجه انا ما اعرفش. السنه اللي انتوا عملتوا فيها الريبورتات دي ما انتوا حضرتهاش بتاعي، كنتوش انتوا دخلتوا ولا كنتوا انتوا في اعدادي؟ مش لا مش لسه. انا ما اعرفش ناس ادت ريبورتات، يعني انا بصراحه
قعدت 13 يوم عبال ما قريت 13 يوم بجد مش هزار 13 يوم بشتغل في اليوم بتاع مش عارف 11 ساعه او 12 ساعه قبل ما خلصته. انا ما اعرفش الناس قرت الكلام ده ازاي، عمليه مستحيله. هي هنا بقى يمكن الميزه الوحيده ما بين الكريديت والمينستريم، انتوا مستواكم يمكن احسن كطلبه من المينستريم من الكريديت يعني، بس المشكله ان انا مثلا عندي هناك 40 طالب فبقدر افولو الاساينمنت بتاعتهم، لكن هنا صعب جدا ان انا افولو 600 او 530 يعني، صعبه جدا. انا اودالي ان الحقيقه برضو صعبه جدا حقيقه يعني، بص العدد دي. فانا الحقيقه هنا بهتم اكتر بالكويزز. انا زي بقول لك لو عاوز هديك درجه حدها لك، يا اما حاجه زي اساينمنت تعمله كده، او لازم يبقى حاجه جرافيكس، حاجه بالماتلاب، حاجه اقدر اصلحها. لكن قول لي انا هديك ريبورت، طب انا اصلحه ازاي؟ اصل كمان ديفايسز لازم اقراه. مش ريبورت، ممكن مثلا يكون حاجه زي فورماتيف اساينمنت برضك، يبقى ام سي كيو، بحيث انه نعمله. وده انا ممكن اعمله، انا ممكن اعمل كده. بص اي ام سي كيو انا اقدر اصلحه في ثواني. في طريقه سهله قوي في الام سي كيو حتى لو من غير بابل شيت، ان انا بجيب لك مثلا تحت بحط لك تيبل انت تكتب فيها ايه او بي او سي او دي، ده طبعا تصليح سريع زي الكويز. زي الكويز انا هعمل كده شخصيا، هعمل لكم واحد كده صغير وده نحمله اقدر اصلحه، لكن ما اقدرش على التانيين. تمام خلاص يعني. يا ريت يا دكتور بدر احنا نخلي التاني كده، نخلي التاني فورميتيف بس ام سي كيو، ونعمله بدل ما نعمل كويز تاني في الجامعه. تمام، او ممكن مثلا يكون مع كويز عشان برضك. اوكي طيب، ثانيه واحده بس نتضف دي يا شباب. باشمهندسين معلش، هو بس في يعني ظرف كده هضطر انزل. عامه انا الموضوع بتاع الكويز ده انا هدرسه مع داليا وهقول لكم عليه. تمام يا دكتور، شكرا يا دكتور. شكرا. سلام عليكم، اشوفكم الاربعاء. تمام، سلام يا دكتور.